الأحرى مطالب الشعب المغربي الحر. النقطة الثالثة، شبكة الإتجار الدولي للمخدرات الصلبة التابعة للدولة وللهمة. وتصريح وزير الداخلية الإسباني في عن كشف الأسماء التجار المنتمين لمجموعة من الأحزاب السياسية وللسلطة على المستوى المحلي والجهوي والوطني. مسألة بودرة وقضية الركود الاقتصادي، كذلك خطاب العرش وسياحة الأمير المؤمن المغربي بالريف، مسيرة الرباط، مسيرة 21 يوليوز بالحسيمة وبرشلونة، وكذلك مسيرة 29 يوليوز. إذا النقطة الأولى، قبل ما نبدأ شي مسائل اللي ما عرفتهاش أنا مسبقا ولا قبل، هي مسألة المخابرات المغربية مع الأسف قامت بالتحري عن اسمي الشخصي لمدة تجسس عليا لمدة 5 سنين. وهذا الخبر هذا تضحكني بعد أنا المخابرات المغربية الخارجية ولا لاتجيدا ولا البيادق لبنك البنية أو لبنك عواش التي تتجسس على مجموعة من الأحرار على مستوى أوروبا، ومن بين هذه الأحرار والنشطاء هو نوف المتوكل عبدكم ضعيف، قامت بالتحري عني. وذلك قامت استعلامات المخابرات البريطانية بطرق يعني خاصة، بطرق خاصة قامت بالتحري عني. واش يعني الأسئلة اللي طرحت المصالح الخارجية المخابراتية والأمنية ديال الدولة البريطانية، هو سولات على نوف المتوكيل التحركات نتاعو داخل بريطانيا وتحركاته داخل الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي، بحكم أنني أسافر إلى هولندا وفرنسا وإسبانيا، مجموعة من الدول، ربما خدسة، ربما للعام، ربما لحضور بعض المسيرات التي كنت أحضرها بصفة انتظامية عند النص، يعني بدأت في الأول شرارة الحراك الشعبي. يعني المسألة الأخرى اللي بحثت عليها، واش يعني علاقة بتاعي مع ساعد شعو، وفاش غيربطوا الأحداث، هو واحد المشكل ديال القضية ديال هولندا مع ساعد شعو، هو كانت واحد المرحلة، واحد 2000 وقيلة 2015 أتذكر، 2015 وقع واحد إنزال قوي من القوات الخاصة الهولندية. فقط كنت في ذاك الوقت أنا يعني في إطار اجتماع لحركة 18 سبتمبر لاستقلال الريف، هي إنزال وهجوم قوي لهذه القوات الخاصة الهولندية، دخلوا علينا في هولندا مجموعة من، كنت تما، كنت واجد بالصدفة وليس بالصدفة، اعتقلوني مع مجموعة من النشطاء آخرين بلا ما نذكر اسمياتهم، ولكن جات الفرصة باش نباتوا في واحد المنزل اللي فيه مجموعة من الإخوان تنعرفوا بعضيتنا، اللي هما جمعوهم هذا الإطار، وأنا كنت فقط متعاطف ولست عضوا في حركة 18 سبتمبر لاستقلال الريف، وأتحدى أي واحد أن يثبت لي بدليل قاطع أنني من عضو في حركة متوسط باستقلال الريف، لكن كنت متعاطف مع هذه الحركة نظرا للتقارب الذي يتجلى في ايديولوجيتي وافكاري وقناعاتي التي تتماشى مع هذه الاخيرة، يعني حركة متوسط باستقلال الريف. تفتشوني الهولنديين، كان يعني بواحد الطريقة اللي هي صعيبة شوية بالسلاح والمسائل، وهذا الشيء كان معروف، كان في الجرائد الهولندية، يعني حاولوا ما أمكن يربطوني بي، لأن كانت وشاية من الشكامة والبرقاقة بتاع المخابرات الخارجية المتواجدة داخل التراب الهولندي، على أساس أن هناك ارتباطات اللي هي تجارية
بيني وبين سعيد شعوب، بين قوسين ما كاين لا ارتباطات اقتصاديه ولا تجاريه ولا حتى شي حاجه تم تونس الى سعيد شعوب في الجهه هذه، وانما كفقط صديق من الريف يجمعنا الشتات في اوروبا، نتشاكى الهموم. وقع لي الاستفسار اش كدير هنا وكذا، قلت له انا بعثني حركه مطاس يطلب الاستقلال الريف في اجتماع سابق، وهذا كانت متصوره ديال الامير محمد بن عبد الكريم الخطابي في الحائط. قلت له هذا السيد هذا هو اللي جمعنا هنايا، نحن مدرسه نتاعو ومن تتبعوا المرجعيه ديالو، وكان عندنا واحد الايطالي وحركه مطاس يبطن بالاستقلال الريف، بالتالي حنا هنايا في هذا الاجتماع وفقط وليس شيء اخر. اذا قالوا لي اعطينا الهويه، عطيت لهم الهويه. كانت عندي ما عندناش حنا في بريطانيا بطاقه وطنيه، عندنا غير باسبور ولا بيرمي. اذا عطيت لهم انا الباسبور وتاكدوا من الهويه نتاعي بانه بريطاني الجنسيه. اذا كانت سهله للتواصل معهم بحكم تحدث اللغه الانجليزيه، والشرطه الهولنديه تتحدث اللغه الانجليزيه كلغه ثانيه رسميه في البلاد. اذا تواصلت مع ما كاينش مشكل في التواصل، يعني شرحت لهم يعني المسائل تاكدوا من الهويه نتاعي. اذا كانوا اعتقلوا لي وفقط واحد الطابليت ديال كنت كنستعملو انا، اذا قاموا بحجزه مع مجموعه من اشياء اخرى. اذا بعد عامين اتصلوا بالاخوان من هولندا، قال لك راه توصلنا بالطابليت نتاعك، ما كاينش متابعه في حقك لانه ما كاين حتى شي حاجات كذا. اذا هذاك الشيء كان خاوي وشايه من المغزى المغربي، من في الاطاحه بنا في هذا الفخ، لكن حنا اذكياء بطرقنا واساليبنا الخاصه. اذا انتصرنا على وشايه وفخ المخزن، لانتم ممكن تبعين القضيه بعد هذا الشيء هذا. اذا هنا تيربطوه ببريطانيا، تيسولوا المخابرات، تيسولوا عن طريق السفاره والقنصليه، تيسولوا شنو هي المهنه بتاعي وشنو هي فين كنسكن والتحركات ديالي، واش عندي فلوس في البنكه هنايا ولا في اوفشور ولا في الدول الاخرى، واش عندي مشاريع هنايا باسم شي واحد اخر، واش انا عندي الديور هنا بزاف في بريطانيا، وعلاش تنسافر بزاف لاوروبا، واش عنده الهاتف نتاعو، واش عنده فيه يعني علاقات. كاين يعني كسف كسف كسف. اذا واش عندي علاقات مع التجار الدوليين في المخدرات الصلبه في هولندا اسبانيا في المغرب. اذا التقرير اللي وصل لهم من المغرب ان هذا الانسان لا علاقه له باسمي انا، لا علاقه له باي اتجار دولي في المخدرات بصفه رسميه. تتجاوب المخابرات والدوله ديال بريطانيا تتجاوب بصفه رسميه انني لست عضوا في اي شبكه، ولست عضوا في اي عصابه او مافيا، وليست هناك اي علاقه لا من بعيد ولا من قريب في الاتجار الدولي للمخدرات ولا الاتجار المحلي في المخدرات. اذا ما كاينش حتى شي تهم التي انا اعتقدت في سابقا هنا في بريطانيا في كذا، ما عندي حتى شي اعتقال يتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات. روغا نساوا نحطا وقيد قنينة وقيد قنا ماجر نكسن كسا ماجر. فوالا. اذا ما كان عندي حتى شي علاقه. اذا الدوله البريطانيه ترد على دوله الاسطبل الافيثاريه، دوله ديال بن كلبون ديال العصابه الظالمه الفاسده الغاشمه ديال امير المؤمنين المغاربه. قالهم بان هذا السيد هذا ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء اللي كتقولونا هنايا، وهذا السيد هذا كان عضو في حزب العمال البريطاني، وقد تفاجات في اجتماع مع اخواني واخواتي في حزب العمال البريطاني في اجتماع السابق يوم الخميس ان هناك مراسلات من المغرب من بعض بياديق من المغرب يسالون المكتب المركزي
حزب العمال البريطاني، هل انا عضو في حزب العمال البريطاني؟ واش عندي شي ارتباطات يعني اجنده مع بعض التيارات داخل الحزب العمال البريطاني لكي توجهوني ضد المغرب في قضيه تقرير المصير؟ اذا مجموعه من الاسئله اللي جت المكتب المركزي تسال عن عضويتي في حزب العمال البريطاني، ولهذا ساقوم ب باش يعرفوها اليوم. هذه هي بطاقه يعني حزب العمال البريطاني العضويه متاعي، اذا كما تشاهدون في الصوره هذه هي بطاقه العضويه متاعي في الحزب العمال البريطاني اللي عنده من الرمز ديال الورده. هما يعني هذا الشيء هذا بلا ما غترسلوا يعني المؤسسه الحزبيه اللي كنتمي ليها انا في بريطانيا باش تستفسروا، لان ماشي هي احزاب الكوكوت المينوت ولا هي احزاب الاداره للتابعه للمخزن التي ليست لها مصداقيه ولا شرعيه من المجتمع المغربي الحر. اذا هذه فقط المسائل اللي وقعت في حقي من هذا الطرف المخزن المغربي. المساله الثانيه، هناك اربعه ديال التهديدات بالقتل بعدما كشفت عن بعض الاسماء الضالعه في الاتجار الدولي لشبكه اتجار الدولي التابعه للمخزن والتابعه لفؤاد علي الهمه. اذا هاد الاربعه ديال التهديدات ديال القتل على هنا في مستوى اوروبا، اتحداكم الى عندكم الكبده، الى عندكم الرجوله انكم تجيو تقيسوني وتقتلوني هنا في اوروبا في اي بلد، لان الاسماء نتاع الشبكه ديال اتجار الدولي في المخدرات في المغرب التابعه للدوله، قوت نور الدين بوشحاتي، قوت العروسي، فؤاد الدرقاوي، خالد البشريوي، كاين محمد الحموتي، هادو اللي كشفت عن هاد الاسماء هادو، قلت لهم هاد الاسماء وفؤاد علي الهمة، الياس العماري، المجيدي، سميتو الاخر بلا ما نقول لانهم ماشي في مركز ولكن هما عبيادق بلا ما نقول سميتهم، هاد الاسماء اللي كشفت عليهم وهاد الاسماء ربما بعد اسبوع لا اسبوعين ولا عما قريب سيكشف الوزير الداخلية الاسباني عن هذه الشبكة ديال التجار ديال الاتجار الدولي في المخدرات من رجال السلطة ورجال الاحزاب السياسية المغربية عما قريب، لان هذا كان وعدا لهؤلاء لانهم لم يستمعوا لما قلت لهم سابقا على أن يبينوا لنا هل مع المخزن أم مع الريف. إذن أسماء متاعكم هي عند المخابرات الخارجية الهولندية البريطانية الـ MI6 والـ MI5. أي حاجة وقعت لي هنا داخليا أو لو وقعت لي شي حاجة خارجيا عندما أسافر على مستوى الاتحاد الأوروبي، أي حاجة وقعت لي راكم بالأسماء، وغادي تقوم بريطانيا بتفكيك هذه الشبكة ديال المخزن المغربي اللي تجردوا للمخدرات بالتنسيق مع إسبانيا وفرنسا وكذلك إيطاليا. إذا أنا كنتحدث معهم وفي نفس الوقت جميع المكالمات اللي تتم للشرطة وللمخابرات ولا شي حاجة يعني هي ريكوردد مسجلة فقط لي يعني نهار اللي يحتاجوا شي حاجه يرجعوا ليها، يعرفوا الاسماء بالتفاصيل ويكشفوا على هاد الناس وغادي تعاقبهم بالطريقه ديال الخاصه. اذا انا ماشي تنخرج وتندير شي حاجه اللي ما كندير لهاش يعني الحساب العواقب نتاعها، ولكن اتحداكم الى درتوا شي حاجه في حقي لان كشفتكم وغادي مازال نفرقع الرمانه بالمعقول، لانكم الاسماء نتاعكم عند المخابرات الاسبانيه ووزاره الداخليه الاسبانيه لها اللائحه الكامله ديال الاسماء اللي كنتم نتوما تتسردوا الحشيش والكوكايين الى اوروبا عن طريق اسماء وهميه، ونهار تيشبروا هذاك لي شيفور وهذوك السائقين تيقولوا اسماء، نهار المخابرات كتكشف يعني كتشوف السيستم ديك الاسماء كتلقى بان داروا لهم المخزن القالب، لان ديك الاسماء لا علاقه لهم بالبحث الدولي ولا شي حاجه. اذا هذه المرة هذه المخابرات الإسبانية عندها الأسماء
بالتفاصيل المملة. هنا يعني في المسألة ديال الإمارة المؤمنين في المغرب ولا المملكة المغربية الوهمية، تنلاحظوا بأن في هرم الدولة كاين ما يسمى ب رمز النظام او الملك او امير المؤمنين المسلمين للمسلمين المسلمين ولا للمغاربه ولا كذا جو سي با. اذا رمز النظام كاين الجيش، كاين المخابرات، كاين الامن، وكاين المخزن. اذا هذه هي مؤسسات الدوله العميقه، مؤسسات دوله الدوله العميقه او لا دوله الظل التي تشتغل في الظل وتخطط في الظل من أجل تنفيذ خطط رمز النظام أو السلطة في حق هذا الشعب المغربي الحر. هنا واحد السؤال تيسقسي راسو، تيقول لك علاش رمز النظام أو المخزن تيستثمر الأموال في الجيش والمخابرات والدرك والأمن الداخلي بدلا ما يستثمر هاد الفلوس في بناء مستشفيات للسرطان ولأمراض القلب والشرايين أو لأمراض الربو أو لجراحة العظام والمفاصل ومجموعة من الاختصاصات التي هي ما أحوجها هذا الشعب باش تكون عنده، لكن الدولة تستثمر في ما هو أمني أكثر مما هو يعني اقتصادي حيوي اجتماعي ثقافي وغير ذلك. علاش؟ لان في الاول استراتيجيه ديال المخزن وهو استبغال واستحمار الشعب من خلال يعني جعل هذا الشعب امي، وبالتالي وضعه في فخ انه غيخرج على الطريق، غيمشي اما يولي شمكار او تشرميل او العنف او الهجره السريه او الدعاره. نحن كنهضر على الدعاره، وصلت حاله الدعاره في المغرب الى مستوى اكثر من تايلاند واكثر من الدول اللي معروفه بالسياحه الجنسيه. اذا المغرب ولا من البلدان التي هي يعني السياحه الجنسيه، وهذا بإعاز من الدولة من أجل تحريك يعني الاقتصاد المغربي، وبالتالي جلب بعض الناس اللي تيبغيو هاد السياحة الجنسية ولا اللذة الجنسية. لكن المغرب حاول بجميع طرقه الخاصة أن يزرع أو يجعل الفتاة الفقيرة، الفتاة التي تنحدر من الأوساط الاجتماعية المقهورة ومن الهوامش، ان تتعاطى الدعاره. اذا هذا الشيء واضح من خلال البرامج التلفزيونيه اللي تتم عن طريق ما يسمى بالدوزيم او البريميرا او ميدي ان تي في او الصحافه الورقيه او الصحافه بشكل عام في المغرب. هي صحافه البوق، هي بوق المخزن، هي صحافه صفراء، هي صحافه تعطى لها قصاصات من وكالة المغرب العربي للأنباء ومن القصر ومن دواليس وكواليس الدولة العميقة. هي تعطي الصحافة المغربية ما يعني خصني خص تكتب في الصفحات الأولى، وبالتالي المواضيع ومجموعة من الأشياء من أجل استبغال واستحمار وجعل هذا الشعب رعية مدى الحياة لراعيه المسمى بأمير المؤمنين المغربي. إذن هنا البرلمان كمؤسسة أو كسلطة شرعية ما كيقوموش بمناقشة هذا الموضوع. لماذا هذا المغرب ما بغاش يتقدم؟ المغرب علاش ما بغاش يتقدم أو ليكون من البلدان اللي فيها الديمقراطية وشروط المواطنة ومجموعة من الأشياء؟ كان لاحظوا بان هادشي ما كتناقشوش بعين الاعتبار في البرلمان. تتناقشوا في البرلمان مسائل اللي هي تتعلق بالمخزن من اجل مصلحه المخزن ومن اجل مصلحه القصر، اكثر ما تتحدثون وتناقشون وتشرعون قوانين اللي هي ربما ستكون في مصلحه الشعب الذي صوت عليكم بين قوسين من اجل تمثيله في هذا البرلمان او في هذه المؤسسه التشريعيه. إذا مسألة ديال
قبض الحديدية ديال المخزن المغربي نجح في هذه الخطة هذا عن طريق ما يسمى بفؤاد علي الإمام، هو اللي مكلف بهذا الشيء، الأمن الداخلي للمغرب هو اللي مكلف بشبكة إيجاد دولة للمخدرات، هو اللي مكلف بمجموعة من المسائل هي خصيصة عيسى بائسة في حق هذا الشعب المغربي الحر. انت بزاف تيقول لك راه رمز النظام ولا امير المؤمنين المغربي راه راه ملي بدا تيخدم وراه تيدشن وتيدير المشاريع وراه درنا تروطوارات ودرنا البولات ودرنا هادي ممنوع السير، درنا مسرح ثقافي بكتابه عامه، درنا هادي. اذا هنا طلعتوا بان هذه كلها من اموال البنك النقد الدولي هي اللي ساهمت في هذا التحرك ديال ما يسمى برمز النظام باش يقوم بهذه المشاريع لكي يعرف ان لكي يعرف هذا الشعب بان الملك نتاعو ما راه انسان جاء بمفهوم جديد للسلطه، بالعداله الانتقاليه، بفكره جديده ونفس جديد وتاسيس ما يسمى بالانصاف المصالحه والعهد الجديد. اذا فقط هذه يعني ماركوتينغ ملكي فقط للترويج للملكيه انها تشتغل وانها مع الشعب الفقير، وان هذا الامير هذا الملك هو امير الفقراء، وان يعني هذه هي الخلاصه من هذا. ولكن هذا الشيء هذا عملته بالفلوس ديال الكريدي ديال النقد الدولي بها بنات الميناء المتوسط اللي كاين في طنجه ومجموعه من المشاريع ديال التي جي بي وكذا وكذا وكذا. اذا هنا المساله ديال الدوله حاليا ماديا هي في تحت الصفر. هي كنعرفوا بان الانسان اللي عنده 100000 فرانك في البنكه الى خدا داك 100000 فرانك من الكونت كيبقى تما زيرو، ولكن بعض مرات البنكه كتعطي لك 10000 فرانك ولا 20000 فرانك زايده ربما من اجل يعني سي با بالعربيه يعني غادي تكفر لك المساله ديال العجز، اذا كيولي داك ناقص 20. اذا المغرب اليوم في الاقتصاد وفي المال وفي السياسه ديال الماليه تاعو اضطروا عن طريق املاءات البنك النقد الدولي من اجل تعويم هذا الدرهم، وبالتالي غادي يشوفوا يعني التقشف واصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، مجموعه من الصناديق اللي هي فارغه التي سرقت من خدام الدوله الاوفياء. اذا هنا ما طلعتوا بان المغرب حسب هذا القلب ديال البنك المغربي البنك النقد الدولي ان ما بقاتش الفلوس غتعطى للمغرب باش غادي يعاود يبقى يقول في مشاريع لي على الوراق حنا عملناها غادي نديروا هذه التنميه البشريه، اذا هذه من هي غادي نصوبوا المواطن تقريب الاداره المواطن السلطه زيد من هي هذيك المفاهيم الفضفاضه التي يختارونها السياسيون المزورون. إذن كيعطيها القصار بأن هذه مد هذه من أجل أن هناك شرعية من الأحزاب السياسية اللي هي أصلا هي أحزاب سياسية مخزنية وتسمى بأحزاب الإدارة ولا بأحزاب الكوكوت مينوت. هنا كنلاحظوا بأن الدولة ما عندهاش شي بديل اقتصادي جديد باش غادي تغطي على هذا العجز، لا هو ان تمشي تبتز البزنازه ديال الريف اللي كاينين في المغرب وفي الدياسبورا على اساس انه غادي يقفوا مع الدوله من اجل الترويج لحصتها من الحشيش ومن حصه الكوكايا التي يحصلون عليها من الجنوب بطريقتهم الخاصه، اذا من اجل ترويج هذه المواد على مستوى اوروبا، وبالتالي استيراد هذه الاموال عن طريق العمله، يعني اموال عمله صعبه ماشي بالدرهم، تتصرف المغرب
وبها تيديروا المشاريع حاليا، وبها تيجريو، وبها تيرقعوا بتبييض الاموال. حاليا الدوله كتقوم بتبييض الاموال، ما عندهاش شي غوسوكس اللي هو اللي كيجلب لهم الفلوس، الا الفلوس الجاليه اللي كانت تتكل عليها باش تدخل المغرب بحال قبل. لكن الجاليه اللي عندها هذا لو بوفوار تحكمات وفكرات انه تقاطع المغرب من خلال ماشي كلشي ولكن نسبه كبيره انها ما غاتمشيش المغرب، لان يعني نهار اللي ما غاتمشيش المغرب ما غاديش تمشي في الطياره، وما غاديش تهود بالعمله الصعبه، وبالتالي ما غاديش تسرد العمله الصعبه. اذا غادي تبقى واحد يبقى واحد الخصاص يا مجموعه 70% من هذيك 100% انهم ما هودوش المغرب. اذا 70% ديال العمله الصعبه ما غاديش تهود المغرب يستفد منها، يعني يستفد منها القصر ولا المخزن. اخلي العياشه بساكن ما عندهم، العياشه بساكن تا هما خصهم اللي يتضامن معاهم، العياشه ديالنا تا هما خصهم اللي يتضامن معاهم ساكن، لانهم اميين وبغال عقول البغال وكذا، ما على بالهمش واش كاين، واش الملك اللي تيحكم ولا فرنسا ولا كاين شي حراك شعبي، هما ما عارفين حتى شي حاجه. كيعرفوا هما يقولوا عاش الملك محمد السادس ملكنا واحد، هادشي الثقافة تاع عياشي هادشي اللي عنده في العقل مسكين معذور. المسألة الأخرى اللي هي اللي تيعطي يعني الدرس لهذا المخزن ولا رمز النظام، الحراك الشعبي اللي خرج من الجنب ما عملولوش الحساب. هنا الحراك الشعبي نهار اللي خرج، خرج بطريقة ذكية جدا، وأنا اعترف بالدهاء السياسي لقيادة الحراك الشعبي الجماعية في قولبة الاستراتيجية المخزن في تركيعهم، وبالتالي التفاوض معهم واستعمالهم كفقط يعني بحال البيادق اللي عندها في كذا. اذا هنا الحراك الشعبي بعدما كان احتجاجات والاضطرابات الاجتماعية ديال مسمى بحركة 20 فبراير 2011 خرجت على المستوى الوطني كل أحد مسيرات الشباب والشابات والأحرار والحرائر، خرجوا في مسيرات تنديد وتنتقد هذه الملكية الفاسدة وهذا ما يسمى بالتحكم، وما كاينش الديمقراطيه والاحزاب الاداره وكوكوت مينوت والتسييل العشوائي وهشاشه مؤسسات الدستوريه للدوله المغربيه. وبالتالي خلاصه ان الدوله المغربيه دوله فاسده ديكتاتوريه. هنا حركه 20 فبراير تم يعني سيطروا عليها بطريقه يعني جد بطريقه جد ذكيه، وهو اللي غيعطي هاد لي ليمون المخزن باش يستغلو، وهو ظهور ما يسمى بحزب العداله والتنميه في هذاك الوقت في اسم الاله بن كيران، الذي كان يمتلك شخصيه وكاريزما قويه وخطابا بسيطا، كان يخاطب البسطاء والشعب الهوامش الفقير بطريقته الخاصه، قام باستمالة وبكسب الشعبية على المستوى الوطني. وبالتالي المخزن قام بتزوير مجموعة من الدوائر الانتخابية اللي هي معروفة بلا من الشيء تتعرفوا بأن الانتخابات في المغرب هي انتخابات صورية وشكلية فقط، عندما تأتي تحسم الأمور تيجي المهندسين ديال الوزارة الداخلية والقصر ودولة الظل انهم يجيو يقوموا بتوزيع الكوطة، ما يسمى بالكوطة السياسية على الاحزاب الكوكوت مينوت والادارة بالتفوق وبالتراضي، وبعد وبالتالي خلق بعض المناوشات ويعني اخذ ورد في النقاش على مستوى المقاعد والحقائب في الوزارة. اذا فقط هذيك مسرحية والكل يعرف هذه المسرحيات. الشعب هاد الساعة هادي يعني فاق
وذكي تعرف شنو كاينه في دول في كواليس الدوله. اذا في 20 فبراير جات الحكومه ديال الاسلاميه ديال بن كيران حاول ما امكن باش يسيطر على الوضع السياسي والاوضاع والاضطرابات والقلق الاجتماعيه في هذاك الوقت. اذا ولا رئيس حكومه بشروط وبصفقات يعني كذا كذا كذا. اذا مشات الدوله من 2011 2012 13 14 15 16 موت الشهيد محسن فكري تيخلق واحد ثوره اولا حركه جديده او لو يسمى بحراك جديد اسم جديد للاحتجاجات السلميه الراقيه ولو هو الحراك الشعبي بالريف الذي اسسته يعني قواعد ومواطنين بسطاء في تأسيس هذا يسمى الحراك الشعبي الذي تحول إلى مدرسة. إذا هنا الحراك الشعبي عقد وخلط الوراق ديال المخزن والقنان ديال المخزن في الريف أو في المغرب ككل. خرج يعني الحراك الشعبي استعمل ما هو اجتماعي ومطالب عادلة ومشروعة اللي هي مفهومة وبسيطة يعني ماشي شي حاجة اللي هي معقدة. إذا الحراك الشعبي خرج قال لك أنا بغيت مستشفى عسكري مستشفى للمرض السرطان بحكم أن منطقة الريف فيها نسبة كبيرة من المرضى بحكم الحرب الحرب الغازات السامة اللي درتها إسبانيا ضد الريفيين في الريف. كذلك بناء نواة جامعية في المنطقة من أجل تسهيل مسألة لبعض العائلات المعوزة في المنطقة من أجل المصاريف وكذا وكذا، وبناء يعني معامل ربما باش تشغل الساكنة النشيطة اللي تتجلى في 80% الساكنة النشيطة الشباب والشابات اللي هما عندهم لي ديبلوم واللي ما عندهمش لي ديبلوم، وخلق هاد نواة معمل ولا معملين أولا منطقة صناعية في هوامش الحسيمة. إذا هي مجموعة من المطالب اللي هي عادلة ومشروعة أكدتها الجماهير الشعبية وخرجت في مسيرة سلمية راقية امتدت إلى 7 أشهر. وبالتالي تأتي الدولة بالمقاربة الأمنية تعتقل النشطاء بأسباب واهية. هنا أقول للدولة أتمنى أن تخرج أن تكشف للقضاء وتكشف للشعب ما هي الأحزاب وما هي المنظمات وما هي الإطارات الشرعية التي كانت وراء يعني تحريض نشطاء في الحراك الشعبي بالريف بالمطالبة بالاستقلال أو بالانفصال. إذن هنا تنعرفوا الدولة ما غاديش تعطينا هاد الحقائق، ما تعطيناش هاد الدلائل، لأن هناك ارتباط يعني قوي بين نشطاء الحراك الشعبي بالريف مع منظمة اللي هي رسمية مسجلة أو لا شي حاجة من هذا القبيل في دياسبورا تمول أو تدعم ماديا أو لا معنويا نشطاء الحراك أو الحراك الشعبي بأكمله. علاش بناو هاد المقاربة الأمنية وبالتالي المقاربة القضائية؟ لأن هناك تقارير سوداء تم صياغتها بتنسيق مع المنتخبين المحليين محمد بودرا الحموتي عزيز بن عزوز مضيان الزرات والرؤساء الجماعات القروية في الريف التي كتبت رسالة أن الحراك سبب في ركود اقتصادي وسبب في تراجع مداخل بلدية وكذا مجموعة من المؤسسات التجارية وكذا كذا. إذا هنا الدولة مازال ما عطتنا شيء هاد الدلائل اللي هي ملموسة واقعية على أساس الاتهامات التي اتهمت بها هاد نشطاء الحراك الشعبي في شق تقرير المصير أو الانفصال. هنا أتحدى الدولة بأكملها بمؤسساتها الدستورية أن تخرج لنا
بهذه الدلائل وأن تكشف لنا أسماء ومنظمات وأشخاص الذين كانوا وراء تحريض هذه الناس من أجل تقرير المصير. هذا استبغال واستحمار للشعب من أجل يلصق هذه التهم يعني عمدا، وبالتالي إعطاء للدولة معطيات باش تحاكم هذه الناس وتخرجهم من الأضواء إلى الظلمات. بحال شتو راه داوهم كرفصوا عليهم بعذبوهم من أو ما في عكاشة ولصقوا لهم مسألة ديال تقرير المصير. هنا حنا لاصقين في هذا التقرير ديال المصير. هاد المسألة ديال تقرير المصير أتحدى الدولة تخرج لينا تقول ليك الدولة تتأمن بالدلائل وكذا، تعطينا مؤسسة واحدة، إطار شرعي، منظمة واحدة في أوروبا عندها يعني تأسست وعندها هياكل وعندها قواعد وعندها أعضاء وعندها ارتباطات مع الأحزاب السياسية والديمقراطية في أوروبا التي هي تمول وتريد من نشطاء الحركة الشعبية تنفيذ خططها من أجل تقرير المصير. أتحدى الدولة تخرج لنا بهذا التقارير. أتحدى الدولة إلى ما خرجت، ليش ما خرجتش الدولة أن النشطاء حكم عليهم بعشرين سنة، هذا انفصالي، ناصر زين انفصالي، جلور انفصالي، الحمودي انفصالي، كوشو يعني كوشي انفصالي. إذن هنا راه ماشي المكالمات الهاتفية ربما من أعضائكم ومن ديال المخابرات تتكلم ولا تتسرد مساجات للصنديد ناصر الزفزافي ولا الإخوان الآخرون أنها تحرضهم على مطالبة بتقرير المصير. واش بالله عليكم واش ناصر الزفزافي أو لا محمد جلول أو لا نبيل حمجيق أو لا فلان بالفلان أو لا هذا، واش هما زعما ما غاديش زعما ما عندهمش العقل غير يجلسوا يقولوا نحنا إلى دابا حنا كيقولوا لنا تقرير المصير تقرير المصير؟ لأن أصلا هما خرجوا على طريقة الوفاة اللي هي المأساة ديال الشهيد محسن فكري. أولا المأساة ديال الشهيد محسن فكري خرجت العالم والجرائد العالمية خرجت ونددت بالموت البشع للشهيد محسن فكري في هذاك الوقت 2016 اكتوبر 2016. هنا هذاك الشيء اللي يجعل هاد الناس تخرج باش طالب بالتحقيق شكون اللي قتل الشهيد محسن فكري. مطلب اول خرجوا باش يطالبوا شكون اللي قتل الشهيد محسن فكري. مازال ما عرفناش شكون اللي قتل الشهيد محسن فكري وما عرفناش هادو واش تعتقلوا او لا تحكمت عليهم لان قضيه قتل. ثانيا الركود الاقتصادي، الركود الاقتصادي والبطاله المدقعه في المنطقه والتضاريس اللي وعرف في المنطقه والبؤس والفقر وكذا اللي كاين في المنطقه اللي جعلهم يخرجوا باش يشكلوا بملف اجتماعي كيطالبوا الدولة تنفذوا في المنطقة ديال الريف. هذا الشيء اللي خرج عليه الحراك الشعبي. إلا كانت مسائل ديال الانفصال أو لا لاستقلال من بعض النشطاء الأحرار في أوروبا، هذا يتعلق بهذا النشطاء لا يتعلق بالمطالب ديال الحراك الشعبي، لأن الحراك الشعبي في جهة ونشطاء ما يقولون نشطاء الجمهوريين في أوروبا من جهة أخرى ويقولون لأنهم لا علاقة لهم بالحراك. هادو يشتغلون أجندتهم وتصورهم وقناعتهم من أجل المستقبل القريب ولا البعيد أو لا من أجل تأسيس الوطن الريف، هذا فقط يمت بالنشطاء الأحرار الجمهوريين ودائما يتبروا أنهم ليسوا بعلاقة مع الحراك الشعبي أو مع عقيد الحراك الشعبي أو مع مطالب الحراك الشعبي، هذا طيار آخر. المسألة ديال الحراك الشعبي كتبقى مسألة الحراك الشعبي اسم على مسمى. مسألة الحراك الشعبي شكلوه البسطاء والفقراء والعاطلين والعاطلات في منطقة الريف باش
غادي يطالبوا الدولة بما هو اجتماعي ومعنوي وفقط، ما غطالبوش بالجمهورية ولا بالانفصال ولا كذا. بالنسبة لاتهام النشطاء بالحجرة والسب والقذف في حق الشرطة، لولا مقاربة الأمنية التي استعملتها الدولة في حق الريفيين في الحراك الشعبي السلمي لكان الرشق بالحجارة ولا كان الأخذ والرد بين السلطة الأمنية والشعب. هذه حقيقة، راه ماشي تلعبوا، راه هذه المسألة هذه واضحة، ما تبقاش تخلطونا شي بشي وبقى تدخلوا التهم وهي ملفقة رغما عنكم رغما عنهم زعما بان لا هادو الناس خرجوا بالانفصال. اتحدى جميع الاحزاب السياسيه التي خرجت بالتصريح المعروف ان الحراك الشعبي حراك انفصالي، لكن هذا لكن تلك التصريحات لم تكن تصريحات يعني بريئه، بل كانت مجبر عليهم ان يخرجوا في دوا صحفيه من اجل اعلان عن تصريحات الزائفه الواهيه في حق هذا النشطاء ولا في حق هذا الحراك الشعبي. المخزن افرض عليهم يخرجوا باش يقولوا داك التصريح من اجل عدم تشويه سمعه المخزن، لان بحال اللي تنعرفوا الاحزاب السياسيه واقيه او واقين لهذا القصر ولا هذه العصابه ما يسمى بعصابه المخزن. ما كانش انفصال او لا اجندة استقلال، ان الانسان اللي طيطالب الاستقلال والانسان اللي طيطالب تقرير المصير هادو ربما كاينين لكن يشتغلون بطرقهم الخاصة وربما سرية. نهار اللي غيوجدوا التصور غادي هيكلوا اطار، غادي اسوا الاطار الشرعي، عنده القواعد والهياكل المكتب التنفيذي وارتباطات مع المؤسسة الدستورية على مستوى العالم. ربما الى قالوا بان حنا نطالبوا بتقرير المصير ربما هذا مساله رسميه لان خرج من اطار رسمي وشرعي، لكن باش غتمشيو بما يتفوه به الانسان، ربما انسان حر في تعبيره لانه له حريه التعبير، يقول لك انا نقول لك انفصالي خصك تقرير المصير او خصني، هذا يتعلق بنفسي لانها حريه التعبير، امارس حريه التعبير كما يمارس اي انسان في العالم. ما كاينش مساله ديال انفصال تقرير المصير في مدرسه الحراك الشعبي. الحراك الشعبي واضح كوضوح الشمس، ولكن ثم تتحاولوا باش ديروا الغربال باش تبينوا بانه كاين الظل وكاين الشمس في الحراك الشعبي. هذه مساله خصيصه، لكن المشكلة ليس في القصر وفقط، وإنما المشكلة في أحزاب سياسية أيضا التي شاركت وأيدت استراتيجية وكذب المخزن المغربي. مسؤولية تحملهم الأحزاب السياسية والمخزن القصر. قالوا لكم بأن كانت فوضى ضد الشرطة المغربية، أنوضح المجتمع المغربي كيفاش هاد الفوضى وصلوا للفوضى. سبع شهور المسيرات اللي كانت تخرج من الحراك الشعبي كانت مسيرات سلميه قوامها النساء والرجال والاطفال، شعبيه راقيه، شعارات غير عنصريه، يعني بهروا العالم بهذه الطريقه، الاحتجاج والتضامن وكذا. اذا سبع شهور تيخرجوا وكانوا يحمون مصالح الشرطة على مستوى الحسيمة المدينة، سادوا للسلاسل بشرية أجل حماية الأملاك العامة والخاصة لمدة سبع شهور، مما جعل من المخزن أن ينتقم لأن رأى وشاهد في هذا الحراك أنه سيكون امتداد للمدن الأخرى، ربما سيكون حراكا مغربيا وبالتالي الملكية الفاسدة والمغرب الدكتاتوري ستتهاوى يعني جي با غادي تسقط ولا غادي يوقع شي حاجه على مستوى تغير شي حاجه. هي الخطه اللي دارت المخزن باستعمال هذه الاحزاب السياسيه وانساقته من الانفصال وتقرير المصير وكذا في هذا الحراك،
تيستغلوا احراد اوروبا باش بداو عليهم هاد لي تيكست ميسيجز ولا الرسائل النصيه اولا مكالمات هاتفيه اللي هي من هواتف ربما غير مسجله رسميا في شركه الهواتف والاتصالات في اوروبا من اشخاص ربما تابعه للدوله ولا مخزنيين او لهم قوالب لان معروفه الدوله بالقوالب. اذا هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقه ان الشعب المغربي خص يعرف هنا ما بداش الكونفلي والكلاش، احتاجت الدوله بالمقاربه الامنيه حتى دخلوا العسكر والامن للحسيمه بعد 7 شهور ديال السينميه وبدات تبتزوا النشطاء وبداو في اختطافات وتتبع وتصوير جميع تحركات النشطاء اللي كان في شي منصه كيقول الشعارات قالوا له انت الفيصالي، اللي كان في المسيره ديال السلسله البشريه من اجل حمايه الاملاك العامه والخاصه انت الفيصالي، لان هذه خلفيات قديمه تستعملها الدوله ضد الريفيين، كاينه خلفيات. وخير دليل مسيره ديال الدار البيضاء ومسيره ديال الرباط غدا هي مسيره ما غتكونش فيها الزروطه ولا الهرمكه ولا الاختطافات ولا التصوير، والمسيره ديال الناظر والحسيمه تقمع بالهرمكه والزروطه وبالاختطافات والتعذيب والاغتصابات وبالتالي السجن وبالتالي 20 سنه. هذه خلفيات، هذه هي الحقيقه خص يعرفها الشعب المغربي، هناك خلفيات بين القصر والريف، هناك خلفيات سياسيه تاريخيه بين القصر والريف. وكم من الكتب والمؤرخين الذين كتبوا عن هذا الموضوع، مساله ديال خلفيات بين القصر معقد من الريف، القصر او المخزن معقد في التاريخ من منطقه الريف، ورغم ان منطقه الريف هي التي تياكل عليها المخزن تيجيب فيها الفلوس، الريف هو اللي خدام على المغرب، منطقه الريف، منطقه الريف. وكاش ما كاش منطقه الريف كان الحكومه المغربيه وكانت هاد الملك ما يشريش الطياره لولده ب 67 مليار سنتيم ككادو، ما غاديش يشري السلمى القصر في كرواتيا، ما غاديش يشري مجموعه من المسائل اللي هي معروفه، وما غاديش تكون عنده 5800 مليار سنتيم في الحساب ديالو الشخصي. هادشي اللي تنعرفوه، 5800 مليار سنتيم في الحساب ديالو من واحد الشعب، وكيقول لك كيجي عندكم كيقول لكم ما فينا هي الثروه، فينا هي الثروه؟ هاد الثروه راه قالها لكم ما حسبكمش، استبغلكم استحمركم، قالكم بانه شعب حمار، شعب بغل، شعب يعني ما تفهمش، وكيقول لكم اين هي هذه الثروه، اين هاد الفلوس، فين مشى هاد الشيء. هو تيشري لولده بطائره ب 67 مليار سنتيم كادو، الولدو عنده 16 عام ولا 15 عام ولا جو سي با شحال عنده. هذا شوف الملك ديال الفقراء، ملك القلوب، شوف الطريقه ديالهم، هما عندهم باش يعيشوا، لكن انت ما تقول ليش انا باغي نعيش، انا بقى تما غوت خرج للشارع، خرج بنتك تمشي تعاطى للدعاره، خرج ولدك يمشي إجريسي ولا مشرمل، خلي ما تقراش في الجامعه، اسيدي موت، انا عندي فايده تموت، لان المستشفيات بالعاني خليتهم هيداك باش ما تلقاش الرعايه الصحيه باش تموت، انا ما عندي غرض بقى لي حي لانه زايد ليا. انا شحال ما مات انسان في المغرب الدوله عندها الفايده، هذه هي الحقيقه. مسألة أخرى، ربط مثلا يعني المقاربة الأمنية والقضائية وكذا، الدولة تتشكى كتقول له احنا ضربونا بالحجار هرسونا كذا، كون ما جيتوش بهذيك الإنزال الأمني وجميع الجحافل قوات القمع المغربية هوتوها الحسيمة، أنكم في حرب، مدينة الحسيمة فيها إقليم كامل ربما فيه
200 ألف أو 300 ألف ساكنة هبطوا جميع 70% من العسكر والجحافير والطرق الحربي والمارين والمردة هبطوا للريف، لأن الريف عقدكم في حياتكم والريف حكم في بلا ما نقولها تبقى هنا الريف غيبقى لكم هنا المخزن المغربي هنا غيبقى لكم. اتهبطوا جميع القوات القمع العالمي الريف لن نركع لك ايها المنبوذ المؤمنين الشيبا. تحداك انت لست ملكا ديمقراطيا كما تدعي او اميرا او ملكا حداثيا كما تدعي، انت انسانا مراهقا يعيش مراهقته المتاخره. لا هو الكلام الصح. لا دوك اللي كانوا معاك تما خدام الدولة البياتق بني كلبون بني كعواش هادوك يهللون ويطبلون لرمزكم فقط من اجل الكسب المصلحة الشخصية وفقط، ليس من اجل الكسب او لا حبا لك او لا حبا لقصرك ولا لإمارتك. كونوا واضحين، خلقتونا الانفصال، جيتي ضربنا جيتي ضربنا بالزرماكة والروطة تتشكى. راها الدولة ترفع دعوة على الحراك الشعبي النشطاء لأنه تم الرشق والضرب بالحجارة في حق الشرطة، وقامت بخسائر فادحة فيما هو مادي الحافلات والنقلة تاع الشرطة. كما يمكنش تجي تعدى عليا، هذه راه قوانين طبيعه، هذه ما ماشي قوانين القران ولا قوانين ديال الاسلام ولا قوانين، هذه قوانين الطبيعه. انت جيتي تعدى عليا انا خصني الدفاع عن النفس. راه المساله ديال هذيك الرد الفعل اللي وقعت تما في المساله ديال هذيك الكلاش واستعملت غازات موصله للدموع منتهيه الصلاحيه، منتهى الصلاحية ديال كريموجين أو الغازات مسيلة الدموع اللي استعملتوه في مسيرة 20 يوليوز الخالدة بالحسيمة والتي استشهد فيها شهيدين العتابي والحدادي الله يرحمهم. المقاربة الأمنية متاعكم خلقتنا جوج ديال الشهداء الحدادي والعتابي، وكتقولوا لنا ان محمد السادس العهد الجديد للسلطه والعداله الانتقاليه الوهميه ومفهوم جديد لكذا والانصاف والمصالحه، لكن شهيد عماد عتابي يقتل بالرصاص الحي ويستعمل الغازات المسيله للدموع المنتهيه الصلاحيه في حق شعب يعني تظاهر بشكل سلمي وبطريقه ديمقراطيه حضاريه. أبتم على ظلمكم وعلى ديكتاتوريتكم وعلى طحماركم تاعكم. ما يمكنش أنا تجي عندي الريف كنت أنا في مسيرة سلمية دار العرس، أنا مثلا دير العرس عندي الناس حاضرين الناس ناشطة مع راسها، شي كيقول لك شعارات، شي كيقول اناشيد، شي كيقول اغنيه، شي كيعبر على الراي نتاعو، شي كياكل، شي كذا، وانا في عرس. جيتي انت تعدى على العرس نتاعي، تعدى على الحرمه نتاعي، اش غادي ندير لك؟ راه ما غاديش نتفرج فيك، انا غادي نهز الحجر ونضربك، لان ما لدينا من الادله ما يكفي يوريك بشاعه المقاربة الأمنية ديال المغاربة ديال القصر ديال المخزن. عندنا تصاور، عندنا فيديوهات عباد الله، راهو التكنولوجيا، عندنا الناس تتهجم على الديور متقة بالفيديو، تتهجم على النساء مع 4-5 الصباح تتخطف الأبناء نتاعها من الناموسية. عندنا الشرطة تضرب في الشعب الحجار،
عندنا كذلك صور وفيديوهات توثق بشاعة متاعكم في التعامل مع مسيرة سينمية اللي هي عندها مطالب اجتماعية، وحلتوا القصار كامل المخزن بالأجهزة متاعهم بالعسكر متاعهم كذا وبالذكاء دياله بالمادة متاعهم، وحلتوا في مطالب الحراك الشعبي وبالأحرى مطالب المجتمع المغربي الحر. وما بالك البوليزاريو والجزائر وسبتة ومليلية، وحلتوا ما قديتوش تلبيو المطالب ديال الحراك الشعبي أيها الجبناء. وتقولوا لنا راح عندنا أحسن مخابرات في العالم، أتحداكم إلى عندكم مخابرات خارجية ذكية واستعلامات خاصة تقوم بالأدوار متاعها كما يجب عليها؟ عندكم مخابرات زيرو. الأمن ديالكم فيه غير الأميين لما ما عندهمش الأخلاق، لما مربيش مع والدينهم ماشي يكون عندهم الحنان وكذا، ربيتهم من الخيرية. نصفي شي حشرات عندي هنايا مع الصيف الدبان والناموس وداك الشيء اللي كيعجبهم يبانوا في الصهد، تيتجمعوا بحال ما نقول لك الكمر يا اخرى احتراماتي. صافي يا جمال الريفي، صافي قاكي غاس ياس بلوك، صافي ياس بلوك، صافي وتجي ميرس داوي منو، صافي السيد صردنا العسكر ديالو كامل بدل يمشي غتقولوني هيبة الدولة، واش ما تتعقلوش هذا المخزن المغربي؟ وما تتعقلوش الطريقة المهينة التي تعاملت بها القوات الخاصة إسبانية في بعض بيادق المردة ديالكم في جزيرة ليلى؟ مش بتفكروش هذا الشيء هذا؟ أقولونا أني كقولونا هيبة الدولة، راه الدولة هنا راه حنا القصر عندنا الهيبة، واش ما تتعقلوش القوات الخاصة ديال إسبانيا لي جات مرمت دات لكم تمرميد، حسبت العسكر متاعكم بحال حشرات، هزوها من هنا وبالباس ديال العسكر هزوها من هنا، قالوا زيد الزبل، خرج علينا الزبل الدبان من هاد كانت احجار وفقط صخره جزيره ليلى، خرجوكم هكا. فين هي بوريطا وزير الخارجية والهمة والمخابرات الخارجية تتبوبو علينا هنا، تتبوبو على الريافة، تتبوزو على الريافة، وباش تتبوزو وتتبوبو بالرزق ديال الريافة السعاية أتحدث مع المخزن وليس مع الشعب، الشعب وفقط يعني ضحية ديال المخزن، تتبوبو علينا انت براسك الامير المؤمنين المفضوح الله يواطي المخنث، ما مشيتيش لاسبانيا تتجري بجيت سكي بحال عويول ابز بحال عويول تما تتجري وكتقزقز عليهم تما بالمؤخره بتاعك، لانك راسك زعما قالوا لك كي تي با سومبري خوديتو مايل سيل يا صاحبي سير لومبري خودي، مشيتي عنده تما تقول له من لا راح كسبته ديالي ومليليه ديالي، انت عندك شي سبته ومليليه؟ انت بعدا عندك الشخصيه باش تكون عندك سبته مليليه؟ الملك المخنث، واش تا عندك الشخصيه ولا الكاريزما اولا الوجه اللي يهضر مع الشعب بلا ستيل وورقه ويخاطب الشعب تاعو حتى يكتب لك المسمى بالدمعون ولا خنينيش الخطابات
الملكية بتاعك وتتبوب علينا كتقول لك انا عندي هبة الدولة. شبعتي المراهقة، شبعتي اللباس، شبعتي الشرطات والشيرتات، شبعتي المسارية، شبعتي الشراب، شبعتي معشر الرجال باش انت تهضر على هيبة الدولة الملك محمد السادس. على ايش دخلنا عليك بالله؟ على ايش بتكل وتتبوب علينا وتتعمر علينا البوادر؟ على ايش؟ على ايش قول لنا حاجة؟ حاجة اللي عندك زينة في المغرب انت تتباهى بها. العسكر هزوهم من هنا بالباز بكورشي، سيبوهم من الصخرة بالراية ديالكم كورشي الراية، سيبوكم برا قالوكم زيدوا لا عمر اخو غير زيد ليه ايه خذ عمر يقول شي حاجه باسبانيولي راه تيفهموا ليا. سير صاحبي زيد الهين اج ما عمر تجي للحجره. اه هي جزيره النيكور، جزيره النيكور بعيده 150 متر على السفيحه، جزيره النيكور. ايوا الا عندكم، الا عندكم كبده ولا ربع ديال الكبده قربوا لجزيره النيكور. بلا ما تقربوا جزيرة النيكور كاين جوج ديال الصخرات، جوج ديال الحجريات كبار تما قدام ديال جزيرة النيكور، اتحدى يجي المخزن المغربي ولا العسكر ولا الدرك الحربي اولا الهمة ولا البيدق ديالو الياس ولا البوطرا وكذا يطلعوا فوق هذيك الحجرة. الا عندكم الهيبة الدولة ما عندكمش، عندكم الهيبة الدولة غير مع الفقراء اللي تتلقى عليهم القوة. كتهضروا على هيبة الدولة؟ الملك انت بنفسك بنفسك جا عندك سبانيولية في هذاك المرة، راه عارفين داك الشيء. قال لك شنو كدير هنا؟ راه دميه اسبانيه اش كدير عندنا هنا؟ قال له ما انا ملك ديال المغرب. قال له انا ما كنعرفكش ملك ديال المغرب، عطينا لاكارت ناسيونال ديالك ولا الباسبور ديالك. انت جاي عريان بالشرط وبجيت سكي وبالمؤخره نتاعك لوي هيدا ولوي هيدا وكتقول لنا امير المؤمنين وهيبة الدولة والهيبة بتاعك هبطالك غير واحد سبانيولي من الديوانة ديال اسبانيا. كتقول لي انت عندك هيبة واصحابك الهيبة بالجباطور والسلام والطربوش الوطني؟ هذه ليست من شروط الهيبة ولا من شروط الملكية ولا من شروط الإصافة المصارحة ولا الديمقراطية ولا شروط المواطنة. ترى فقط استهزاء، استهزاء بمصير ديال 30 مليون تيمتسلهم برهوش، برهوش تيحكم على 30 مليون، برهوش برهوش بازال برهوش بحال محمد السادس، سيطان برهوش، سيطان مخنف، سيطان ليواطي، وتيزيد يكمل الزين كيقول لك أنا أمير المؤمنين. نعنة الله عليك أوجهت الشر، أوجهت الشر، اش من أميرة المؤمنين؟ تا امير مبجد امير المؤمنين بنادم داير كيف الشيمبانزي، بنادم عنده الصفه ديال داروين انسان القديم الشيمبانزي، غتكون تا امير المؤمنين. انا الا كنت امير المؤمنين ربما تجي عليا ندير فوقيه، ندير جبادور، وندير انا السلام، وندير لك انا طربوش الوطني، ايوا نقيو ليا الطفار، اطلعوا ليا فوق فوق هذا سميتو فوق العود. ايوا غادي يمشي معايا واحد 16 ديال الكحالش ديالكم ديال هذاك العابد اللي عندكم في هذا عباد الله 2018، وعندكم كتستحمروا الناس اللي عندكم في القصر تتجعلوهم عابد، تركعوا لكم وتيبوسوا لكم يدين. واش الامير المؤمنين عمر بن الخطاب كان كيستعمل العبيد ديالو باش يطلعوا فوق العود؟ حشومه عليك تشبه نفسك بي او تصف نفسك بامير المؤمنين او لا بعمر بن الخطاب ولا بالاسلام بذاته، حتى لا علاقه لك بالاسلام. اياتك ملطخه بالدماء الشهداء والمقهورين والفقراء، نهبت شعبك من اموال وديمقراطيه وحنان وأخلاق وعاطفة. نعم ما
ما مولفيش يتم هاد الهضرة تسمعوها، لأن هذه هي الصفات الأحرار، الرجال الأحرار الذين لا يتراجعون ولا يركعون مهما كلفهم الثمن. دي هي الحقيقة، ولن نتراجع ولن نسكت عن الحق، لأن السكوت الساكت عن الحق شيطان أخرس، وأنت أكبر من الشيطان يا محمد السادس. ولنا أخبار ولنا بعض القصاصات التي تأتينا من استعلاماتنا الخاصة أنكم قتلتم أمير سلمى، وسنتحرى عن الموضوع كما قتلت المهدي بن بركة وبها والزيدي وعماد العتابي وكريم نشقر والحدادي ومحسن فكري والشهداء الخمسة في 2011 بن حسيمة ومجموعة من الشهداء على مستوى المغرب. وتقولون وتتباهون بأنكم لديكم عدالة انتقالية، مفهوم جديد للسلطة، عن استقلالية القضاء. أين يتجلى استقلالية القضاء؟ إن هناك استقلال القضاء أو العدالة الانتقالية أو يعني رب مسؤولية بالمحاسبة، جيبونا خالد عليوة، جيبونا خالد مطغيري، جيبنا السليماني، جيبنا ذاك خنوش، جيبنا الهمة، جيبنا المجيدي، جيبنا ياس العماري، خالد بشريوي، محمد بودرة، الحموتي، بن شماش، سولهم من أين لك هذه الثروة؟ من أين لكم هذا الاعتناء؟ ما هي الأسباب التي جعلتكم أن تقتنوا بهذه السرعة؟ سولونا هاد الناس وتعرفين أي الثروة. أدير مرايا قدامك نهار اللي تهضر مع الشعب في خطاب ملكي أو لا في خطاب العرش المهين أو لا الوهمي، عندما تخاطب الشعب نتاعك للخطاب دير المرايا قدامك، دير المرايا قدامك، شوف راسك، شوف راسك، لأن لازم خصك تشوف شويش في راسك باش تقيم شي شويش راسك، باش دير واحد النقد ذاتي لراسك. الأمير ديال تاخر الزمان شادي يشدوني يجي ويشدني، أنا عايش في دولة ديمقراطية في بريطانيا، شادي يشدوني يشدوني الدبان، يشدو غير روسو، يشدو أباطيتهم، أنا يشدوني أنا بعيد عليهم بزاف، عليهم يشدوني أنا. هنا غادي نجي الموضوع اللي هو أنا كثرت في هذه النقطة هذه، فقط مسألة ديال الناس. هذاك النهار هضرت شي شويش بالريفية لأن أتواصل مع إخواني وأخواتي في صفحتي الشخصية مع إخواني في الريف باللغة الريفية، لأنه كان مجموعة من الناس اللي هي البعض ولا ليست كل ما كيفهموش الدارجة ولا العربية بحكم زايدين في أوروبا، في إسبانيا، في ألمانيا، بلجيكا، جميع الدول الأوروبية. دائما تيقولوا لي خصك تهضر شي شويش بالريفيه، تمشي كدير معاهم حصه بالريفيه. لكن اليوم هذاك النهار هضرت هادشي بالريفيه ونبهت هاد التجار الدولي للمخدرات الصلبه باسم الدوله المغربيه باسم الهيمه رئيس العصابه، وبوعوا الملقب ببوعوا الياس العماري الذي لقبه سيده سيده عفوا الهيمه ببوعوا عندما يريد ان يشتري يعني سيجارة ولا كذا، كيقول إلياس أفينا بوعو أجي عندي هنا. هذا هو اللقب ديال إلياس العماري، بوعو، دبابة بعوضة تتحرك كثيرا في فصل الصيف وتقمح كثيرا في فصل الصيف. لما تقوم بهذه البعوضة وهذه الحشرة النتنة الوسخة التي تتربى وتعيش في الوسخ. نعم إلياس العماري، بوعوا، بوعوا القصر أو لا شاوش ديال الهمة. عاد مازال ماجي البطرة ومازال ماجي الشبكة. هنا ذاك النهار هضرت على شبكة الإتجار الدولي المخدرات بطريقة ديال ديريكت. إلا عندكم الكردانة موجود،
انا شفتكم على شبكة إتجار دول المخدرات وبالاسماء وبالتنسيق مع مجموعة من الناس اللي يخدموا معاكم في المخزن وفي المخابرات وفي الشرطة وفي السلطة اللي هربوا من المغرب وعندهم لجوء سياسي في إسبانيا وفي بلجيكا وفي السويد وفي مجموعة من الدول التي ربما ثم ما درتوش الحساب هاد الناس اللي كانوا خادمين معاكم عارفين القوالب نتاعكم ونقاط الضعف نتاعكم والملفات نتاعكم المظلمة القاتمة لي ديال إتجار الدولي في المخدرات. أوكي؟ إذا أنا وعدت الأحرار والحرائر هاد الشبكة هادي تشتغل مع الدولة بإعازة من الدولة، الضوء الأخضر من الدولة، والدعم اللوجستيكي وحتى الديوانة ولا العسكر وتروسبور وكذا تساعدهم الدولة من أجل التستر على العجز المادي للحكومة المغربية أو للدولة المغربية، ولذلك ارتعت أن تشتغل في اتجاه آخر وهو أسلوب إتجار الدولي في المخدرات، أسلوب الصعاليك والمافيا العصابة المنظمة. نعم، قلت فؤاد الدرقاوي، نور الدين بوشحاتي، خالد بشريوي، الخالد بشريوي حاليا مبحوث عنه من طرف هولندا في قضية قتل، والدولة المغربية تتسطر على المسمى بخالد بشريوي من السلطات الهولندية، ولهذا السلطات الهولندية قامت بالمثل في قضية سعيد شعوب. الشنطاج أوراق الكارتة واحد الكارتة تلعبوها بين المغرب وهولندا وشي كذا كبيرة هاد الكارتة، ولكن كشفتوا لعبتي. قلت فؤاد الدرقاوي، خالد بشريوي اقتل الروح في مكناس في طريق السيار مكناس، بلا ما نقول اللي كان معاه اللي قتل السيد كان تيسالهم الملاير عطالهم السلعة في هولندا تبعهم المغرب، قتلوه داروه في الكابو ديال الطوموبيل، داروا به كسيدة على ان هاد السيد هذا مات بكسيدة. مبحوث عنه لي لحد الان، ولنا ادلة التي تكشف عن طريقة قتل هاد السيد هذا، ومبحوث عنه من طرف السلطات الهولندية في قضية قتل. تيجيو الانتربول وكيجيو مجموعة من الناس ديال الشرطة اللي هي ربما طبعا الهولندا، تيجيو المغرب كيقولوا خصنا نديروا التحقيق مع خالد بشريوي، كيقولوا خالد بشريوي احنا ما عندناش وما تنعرفوش كذا، لانه هو الذي يمول الانتخابات المحلية، وهو الذي يمول من ممولين ديال حزب البام المغربي المسمى بخالد بشريوي، وهو الذي يعطي المال والثروة لإلياس العمري لكي يقوم بتبييضها في الدولة، شراء المنتجعات السياحية والبورصة وكذا وكذا. إلياس الهمة رئيس ديال هاد البام ديال هاد العصابة، دار إلياس العمري رأس حربة ديال بزنازة ديال الريافة اللي كاينين في أوروبا وفي الريف. أوكي، باش يسيطروا على الريف، طنجة تطواش في المشاريع ديال طنجة وتطوان هذاك الشيء ديال طرق السيارة وداك البريستيج وتروطوارات وداك النخيل وكذا، كل شيء ديال فلوس المخدرات اتعدى الدولة. عندي جميع الدلائل، وهاد الدلائل ما غاديش نستعملها ضدكم هنا في اللايف، غادي نستعملها ضدكم في المحكمة الدولية باش ما تبقاش تجو غالطين. عندنا حتى حنا الكارطة متاعنا كيفاش غادي نلعبو بها وفوقاش غادي نلعبو هاد الكارطة، فوقاش نحطو وفوقاش نهزو، عارفين هاد الشيء هادو داير الحساب هاد الشيء. قلت لكم هاد الناس خان نور الدين بوشحاتي، الدرقاوي، العروسي، الحموتي،
الزراد مضيان الياس العماري بن عزوز بن شماس بودرة، هاد الناس هادو طالعين في إيجار الدولة المغترات بطريقة وبأخرى وبالدلائل وبالدلائل أنا من موسى. وهنا سيخرج وزير الداخلية السلبي دقا ليدير بوطرة، هو خائن وجدو خائن من عائلة خائنة، ورث خيانته و سيبا شي حاجة أخرى من أجداده، ورث هذه العادة مع الأسف الشديد من أجداده. والتاريخ بودرة في أجدير تاريخ معروف الخائنين والذي كان يتعاونون مع السلطان، إذن وكان قائدا على منطقة الريف، إذن هي مجموعة من المسائل معروفة. إذن هنا قلتكم واش غتقولوا لنا، هضرت معكم بطريقة مباشرة داك النهار بالريفية، قلتكم الإخوان واش نتوما مع المخزن أو لا مع الريف أو لا مع الشعب؟ نتوما ما رديتوش عليا، قلتكم سيمانة لازم تعيطوا لي في التليفون نديروا اجتماع نجلسوا الطبلة نديروا هذا المخزن، هذا القالب اللي غادي ربما نقلبوا عليه، ماشي القلب الذي القلب العالم، ما عندي لا عسكر ولا دولة ولا منظمة ولا شي حاجة باش ندير اي قلب، انا ما عندي حتى شي حاجة. اوكي قلنا نديروا انقلاب على سياسته ولا على يعني خرجته النتينة الوسخة وكذا وقول لنا كذا. اذا نتوما دابا حاليا اش غوقع لكم الحقيقة؟ اتصلوا بيا مجموعة من الناس اللي تيسيروهم هاد الناس، اتصلوا بيا قالوا لي الا بغيتي الفلوس نعطيكم الفلوس، هادي حقيقة كنقولها لكم. ليش كاين ناس عيطات لي هيدا مجموعة من الناس اللي سردوهم هاد الناس، كل واحد شنو شكون سرد كيعيطوا لي في التليفون او ميساجات غير مباشرة كيقول لك الا كتستفزنا باش بغيتي الفلوس طلب اللي بغيتي نعطيوك الفلوس اللي بغيتي. وهنا ساكتين انا نسكت وسطر ما سطر الله، لان اكثريين بحوثين عندهم من طرف الاتحاد الاوروبي، ونهار اللي سمعوا بان اللائحه عند وزير الداخليه ديال اسبانيا لعطيناني كانت عندهم لائحه اسماء اللي هي ما كايناش كيستعملوها بين كاينش بروشيطون ولا شي حاجه كتشك كتقول ما راه جا باش غيبينوا بانه خدامين من اجل محاربه الاتجار الدول المهدرات في الساحل المتوسطي في الاتحاد الاوروبي. اذا هما قالوا لي راه نعطيوك قدا واحد، قال لي كنعطيك قدا واحد قدا، نهار اللي جمعت الحساب لقيت 2 مليار و800 مليون سنتيم. يعني الايتاوات انا زعما كيضحكوني ايتاوات باش يسكتوني انا، زعما قالوا لي جمعت 2 مليار و800 مليون باش انا نسكت ونغض النظر على هادشي. الله ما تفكوا الله ما تفكوا، اتحطوا 10 مليار ولا 20 مليار. الحاجه الوحيده اللي ربما انا تطلبها منكم بدل هاد الايتاوات ديال العصابه كان حاجه وحده ما فيهاش ثانيه، هاد الفلوس اللي قلتوا لي غتعطيوني انا 2 مليار ولا 3 مليار ولا 4 مليار، انا يعني اعماق قلبي ما تهزوش هاد الفلوس وتمشي ديروا معامل في الريف في الحسيمه، ديروا 5 المعامل بهاد 2 مليار 3 مليار 4 مليار، ديروا معامل ديال اتاي، ديروا وتعرفوا بان منطقه الريف منطقه بحريه فيها الصيد كدا، ديروا مركز للتصبير وتصدير الاسماك باش تخدموا الناس العاطلين على مستوى الميناء. اولا كاين شحال من واحد من اجدير من السواني من تزاغين تمسامان سيدي شعايب داك النواحي داك الجهه الساحلي المتوسطي، شحال من يد عامله تما غتشتغل في معمل للتصبير وتصدير الاسماك بحال اللي كان عندنا في الريف. اصلا كان عندنا 7 ولا 8 في الريف في العهد ديال اسبانيا وتابعه للبرتغيزيين والبرتغاليين اللي كانوا في الريف، انهم كانوا يشغلون منطقه الريف باكمله. احتاج الاستعمار المغربي يستعمر على الريف و رك
يعني يحاول ما امكن باش يدمر الاقتصاد ديال الريف، باش غادي يحاول بالتالي ارقاع الريفي للمخزن باش يطالبوه بحال دارهم دابا للقلب ديال الحراك الشعبي، ولصقوا بتهاد الانفصال وقلب عليهم القفه. ولكن راه ماشي المشكله ديالكم نتوما المخزن، راه ماشي مع نشطاء الحراك الشعبي ولا مع ناصر الزفزافي او مع العائلات نتاع المعتقلين، لا راه نتوما راه عندكم دابا المعركه مع هادوك ومعنا حنايا، راه ما تفكوا شيء لا للداخل ولا الخارج. لهذا انا اطلب من هاد الناس، هل كيقول لي جوج مليار ثلاثه مليار اخويا، انا ما تعطينيني مليار ني جوجني ثلاثه، انا الحاجه اللي كنت كنبغيها انا تكون عندي هي المواطنه والكرامه، ما لقيتهاش في بلادي لقيتها في بريطانيا، هذه هي عندي لا ديغنيتي. انسان اللي عنده كرامه نتاعو وعنده التغطيه الصحيه والرعايه الصحيه وكيعيش في دوله تحترمه المؤسسات، هذيك احسن احسن يعني يعني الحاجه اللي يمكن تكون عند الانسان. راه الكرامه ما كتشريش بالعشرات المليار ولا تين المليار. هذيك الملار اللي قلتوا لي اتمنى انه ديروا التنسيق مع الدوله المغربيه اللي عندكم علاقه مزيانه معها مع القصر، انكم تعطيكم الرخص من اجل خلق ثلاثه معامل على الساحل الحسيمه في اي بلاصه، وغادي الناس كاينين اللي ربما غتعطي الارض نتاعها وتهيب الارض نتاعها من اجل هذه المشاريع، واستثمروا هذا بعض المليار وهذه الفلوس وتطبير الاموال في مشاريع ديال اللي هي ربما مذره للدخل لا لكم ولا للساكنه المنطقه، وبالتالي هذه الدوله المغربيه غتهنى من هذا الريف الى كنتو نتوما رجال. ثانيا عندنا شحال من وحده كتخيط في الحسيمه، وشحال من واحد عبدو المرقى سير سير حدي مراتك، ربما راه خرجت تلقى شي واحد، راه انت جاي تحضيني انا، سير حدي مراتك ربما راه خرجت غتلقى شي واحد بلا خبارك، وقبل لي الفيسبوك، قبل لي الفيسبوك مزيانة عبدو الريفي ولا عبدو المرقى، مادام جيت تقابل مراتك اي تتسردها تجيب لك الفلوس من برا باش تخدم عليك تتقابل فيسبوك، اجي تحضيني انا، تمشي تغوت على الامير المؤمنين ديالكم جاي انا تحضيني انا، واش حضيني انا نوريك علاش تقلب انا، رانا ماشي سعدان ديال بلجيك، انا غنوقف لك قدام الكامه الناموسيه اللي ساكن فيه كتنعس فيها انت، انا وقفت تما انا ولا شي واحد اخر، واش تقول وانا معاك كنهضر نكلع مع نوفل اولا كنكدا، حضي راسك بعد انا مني، سير قابل قرانك، سير قابل مراتك اولا مشي رضع ابنك، راه عندك ابنك مشي رضعو، ما تقابلنيش انا بالهضره الخاويه. المساله هنا واضحه، الريافه الى بغاو يديروا المصالحه مع الريف اولا استثمروا، واش على بالكم الاخوان الريفيين ديالنا اللي عندهم الفلوس اللي كيمشيو الحسيمه هاد الساعه هادي، واش ما لاحظتوش البؤس في وجوه الريفيين والريفيات في الريف؟ هاد الناس اللي مشات من اوروبا مزيان لفك الحصار المادي والمعنوي على الريف ولو بشيء قليل ولو بابسط الحاجه، مزيان هبطوا الريف، ماشي مشكل، ما عندناش مشكل في هادشي، هذا صلة الرحيم مزيان مزيان مشيو للريف، ولكن واش لاحظتوا النفسيه نتاع الريافه الشباب والشابات اللي عندها في الحسيمه وفي امزورون واك بوعياش وفي الرواضي وفي بني عمارت وفي تركيست وكتامه وتيلا الرواق، بلا انا ما نهضرش على الجهه الاخرى ديال، انا ما كنعرفش يعني غادي واش انا نهضر على، انا من الحسيمه، انا من الحسيمه كنهضر على الحسيمه المدينه والاقليم، ما يمكن ليش غادي نهضر حتى الناظور وغنجبد انا اي تسعيد الشرقيه والغربيه ونهضر على اي تشاشه ونهضر على اي تسعيد ولا نهضر، يعني انا ما نقدرش نهضر على يعني واحد الحاجه اللي ربما انا لا استطيع، ربما الانسان اللي لهيه في هذيك الجهه اخرى
ربما غير نقص عليا الثقل، انا بقى نهضر على الحسيمه والاقليم، هو يهضر على تزاغين وعلى الناظور وعلى تبسامان، يتكلف هذه المنطقه ربما هيدا نكسبوا يعني جماهير من جهتين، ربما نخلقوا قوه من هذا خلال التواصل، ولكن حنا تنهضروا غير على الحق، كلشي كيهضر على الحراك، كلشي كيهضر على الحسيمه، بحالي كلشي خالف في الحسيمه، كلشي من الحسيمه، كلشي من اللي كلا دق الحسيمه، كلشي كيهضر. انا كنهضر على الحسيمه، اقليم الحسيمه، الا استطعت انا ربما نعطي معلومات على شي حاجه نوعي بها، ولا شي حاجه الشعب المغربي الحر اللي يرفض هذه الديكتاتوريه والملكيه الفاسده. هذه هي الحقيقه. اذا انا كنتمنى من الاخوان تاعنا البزنازه الا كان شي فلوس شي بلاطات صح، انا نساوني عليكم، انا غير نساوني، نساوني عليكم، فهمتيني؟ حريتكم راه معروفه دابا، حريتكم راه عندهم، اوكي، وتبقاو الليله كامل تتقلبوا مع النعاس وكذا. الحاجه الوحيده اللي تمشي تركزوا عليها دابا هو تجتمعوا ديروا لوبي بيناتكم وتمشي تفاوضوا مع هذه الهمه، جلسوا الطبله قولوا الهمه احنا المصير ديالنا الموت او الاعتقال من الانتربول، راه درنا ودرنا ودرنا، وهذا الشيء نتوما اللي جعلتونا باش نديروا هذا السيرفيس مع اسبانيا وكذا وكذا، ها نتوما ورطتونا مع اسبانيا، ها نتوما عطيتونا يدينا في... ايوا قبل ما يديروا لكم هذا المخزن هذا الشيء هذا، بس الارض ووصلوا المسائل هي حلول اللي هي ربما ذكيه، استفدوا من المخزن باش يعطيكم الضوء الاخضر باش ماشي ديرونا المستوطنه ديال حموتي ديال العقار وديال باقي هنا عبد الريفي. والله ما عندك، والله ما عندك الوجه، زعما هنا غنعرف والله ما عندك الوجه، وسير هديتك بلوك، سير الله يعاونك. هنا غادي نعرف ان يقول له المخزن احنا راه الريف، راه حنا من الريف وطلعنا في الريف والريف تيسال في حقنا، اذا حنا عطينا لكم الدوله، عطيناكم اكثر من الجهد، خليونا نرجعوا للريف، نستثمروا شي حاجه في الريف، نديروا مع ما ديروناش منتجعات سياحيه ديال البيران وديال الشطحر، ديرونا معامل فين تستروا العيالات ديالنا والشباب ديالنا. العيالات ديالنا بداو تيفسدوا، بزاف ديال الناس ديال المهاجر ديال الشباب تيفكروا غير في الهجره، لازم حنا الوطن ديالنا يبقى فيه الناس، يبقى فيه الشعب، ما بغيناش نخويو هذا الريف هذا، لان خواو 7 مليون وما غاديش تزيد هذيك 300,000 لتحت بين الخواو والريف المخزن، وغا يهبط لينا داك الشيء اللي بغا. اذا حنا باش نوقفوا هاد النزيف ديال الهجره السريه، ونوقفوا هاد الهجره اللي هي محليه، ونوقفوا هاد البؤس وهاد يعني الحكره في هذيك المنطقه، هو انكم تحاولوا باقدر من ممكن ان اي واحد عنده اليد مع الدوله يجي يستثمر في الريف، يدير معمل بحال المعامل اللي عندكم في طنجه ديال الخياطه ديال النسيج وديال البلاستيك وديال المشروبات وديال كذا ديال هذاك سميتو الكايبلز او لا سي با بالعربيه الكابليات، وهذا ديروه لنا سيدي حنا في المنطقه الصناعيه في ايت قمره، منطقه صناعيه في ايت بوعياش، منطقه صناعيه في ام زورم، ديروا منطقه صناعيه في تيلارواق جات كتامه باش تبصوا الغضب والفقر اللي كاين في الريف، لان ماشي بهذه الاساليب ديال المقاربه الامنيه والقضائيه باش تقضيو على المد الثوري او النضال الراقي للريفيين والريفيات في ضد الدوله ديال المخزن، ماشي بهذه الطريقه هذه. راه جا الوقت باش غتستثمروا في الريف، لان دابا هادشي تيبين بان الدوله عازه، ما كتقول لك الدوله متناقضه، عندها مؤسسات، عندها العسكر، عندها الحرب، عندها لي زيليمون، عندها كلشي، وهي عاجزه على طلبيات ملف مطلبي ديال الحراك الشعبي، وهذا يدل على يعني يدل على ان الدوله جبانه ضعيفه هشه، لا من ناحيه المؤسسات نتاعها ولا من ناحيه المسير نتاعها. إذن فقط الى هاد الناس اللي قلت الاسماء ديالهم، هاد البرديه ديال العصابه ديال المخدرات، انا راه هضرت معاكم صراحه، الى زعما بغيتوا ديروا شي حاجه لازم على الاقل من هنا، من هنا من هاد الصيف للربيع الجاي يعني مارس، الى ما كانش ثلاثه المعامل في الريف، ثلاثه المعامل في الريف، وكل معمل غيشغل 2000 واحد ولا 4 أو 5 المعامل، غادي تشوفوا مفاجأة اللي ربما غاديش تعجبكم، أنا ما غاديش نقولها.
غادي تشوفوا مفاجأة ما غاديش تعرفوها وما غاديش ديروها الحساب صراحة. تقال عندما أقول شيئا عندي علاش تنبني هادشي اللي تنقول، علي عندي علاش قريت المسائل ديالي وعندي علاش لي زيليمون كيفاش كيفاش بالطريقة الخاصة ديالي، باش غادي تشوفوا واحد سميتو هذا المسائل اللي هي غتفاجئوا بها ما تعرفوهاش، يعني ما ديروهاش الحساب. عندكم تقريبا دابا 8 9 10 11 12 1 2 شهر 3، عندكم 8 شهور، 8 شهور عندكم في هاد 8 شهور هادي تعطيونا 4 5 المعامل في الريف، 5 المعامل في الريف هاد الشهور، وكل معمل في منطقة باش نحاولوا نحافظوا على التوازن الاقتصادي للمنطقة المحلي. إذن هنا تندخل وكنقول بحال اللي تنعرفوا من يعني الريف ما عمر كان عنده اقتصاد، الريف ما عنده شنو هو تجارية كبيرة، الريف دائما معروف عند المخزن بمنطقة الحشيش، منطقة ديال الفتانين، منطقة ديال أصحاب الخارج اللي عايشين في أوروبا. إذن هنا واحد السيد واحد البيدق المسمى بمحمد بودرة الذي كان شيوعيا ويساريا في حزب التقدم والاشتراكية على المستوى المحلي بالإقليم الحسيمة لمدة سنوات، كان يناضل وكان يدافع عن الحكم الذاتي وكان دائما يلوح بورقة الحكم الذاتي في اجتماعات جهرية وسرية وارتباطات يعني سياسية مع الدول الأندلس، يعني الحكومة المحلية الأندلسية في ربط علاقات جيدة معهم من أجل كسب عاطفتهم وتأييدهم لأجل الحكم الذاتي بمنطقة الريف، لأن قبل ما تبان هذا المسمى بالمفهوم ديال الجهوية الموسعة أو الجهوية المتقدمة وبالتالي يعني عزل الريف الحسيمة عن الناظور وإلصاق الناظور بوجدة والنواحي الأخرى وعرفة كذا. إذن هنا واحد قالب في المخزن دار البودرة والناس اللي كانت تقول الحكم الذاتي وكذا كذا، اذا قولبهم المخزن بالجهويه الموسعه اللي هي حبرا على ورق مازال في الدستور ومازال ما حتى شي حاجه. هما تشوفوا ما يسمى ب لتي ينتقد احرار ونشطاء ديال اوروبا بانهم فتانين، بانهم هما سبب اعتقال النشطاء وهم هما السبب الركود التجاري والاقتصادي على مستوى منطقة الحسيمة. إذا أنا سأرد على بودرة بالطريقة التي ربما لبقة أذكره، لأن أخي محمد صلاح كان قد أشار لبعض المعطيات وقد قام بيعني واحد تصريح ديال محمد بودرة، قال لك انا غادي نذكروا مزيان هذا محمد بودرة باش غنتقدوه في الجانب اللي هو يعني بالاداب والاخلاق وشي حاجه ماشي شي حاجه. انا قال لك في حنا مثلا قال لك في اطار الركود الاقتصادي الذي تعيشه الحسيمة وفي سياق ما صرح به السيد محمد بودرة لصحيفه ايبايس الاسبانيه واتهامه قادات حراك الريف لما وصل إليه الوضع الاقتصادي للمدينة، هنا أود أن أشارك أصدقائي المنشور اللي هو كاين في ريف لانديسبورا لصلاح محمد، الزميل صلاح محمد وريف لانديسبورا نوفر المتوكل وصلاح محمد. تشوفوا هذا المنشور الذي قام السيد محمد بودرة بصفته رئيسا للمجلس البلدي بالحسيمة بنشره سنة 2016 بسنة 2016 وبالضبط يوم 18 يوليوز 2016 على الساعة 8:47 دقيقة مساء، أي قبل 5 أشهر من وفاة الشهيد محسن فكري وانطلاق شرارة الحراك الشعبي الريفي المقدس والذي أقر فيه بفشل سياسته الترقيعية يعني المخزن لتصحيح الوضع ويأسي مع عدم قدرته على إيجاد حل لدرجة استنجاده بجلالة الملكة حل أوحد للخروج من هذه الأزمة. هذا يعتبر دليل قاطع على أن الركود الاقتصادي ليس نتيجة ظهور يعني هذا الحراك، وإنما كان سببا رئيسيا إلى جانب
مقتل الشهيد محسن الفكري لظهور هذا الحراك المقدس. هنا بخلاصة كتب واحد تدوينة هاد محمد بودرة، تدوينة هاد رئيس مجلس البلدي ديال اللي من حزب البار، كان في حزب تقدمه اشتراكية، ومن بعد إلياس العماري جبدو عند البام ولا مخزاني دخلوا في عصابة الدعارة الراقية، من بعد غادي نشير لهاد الدعارة الراقية والأعضاء من النساء والرجال هي في هذه العصابة الدعارة الراقية التي أسسها إلياس العماري معيته إنسانة كان عارفة نقول لكم سمية من بعد، هذا موضوع آخر لازم ندير له يعني حلقة خاصة. هنا بودرا في 2016 يعني خمس شهور يشوفوا على الخارجة الإعلامية اللي يعملها في البايس، قال بأن نحن نشطاء الحراك في أوروبا سببا في الركود الاقتصادي والتجاري في المنطقة، وكذلك نشطاء الحراك الشعبي، والحراك الشعبي بنفسه بنسائه ورجاله وأطفاله كانوا سببا في الركود الاقتصادي لمنطقة الريف. هنا في 2016 في 18 يوليوز يعني خمس شهور قبل الحراك الشعبي وقبل وفاة محسن الشهيد فكري، قال بالحرف كما سأتلو عليكم اليوم المسمى بمحمد بودرة ما يلي: الحسيمة محتاجة إلى قرار سياسي شجاع. هذا ما كتبه محمد بودرة في 2016 خمس شهور قبل الحراك. هنا أبين يعني تناقض هذا السيد هذا أنه إنسان ديال المخزن 100% وخائن الريف 100% لأنه ورث خيانته من أجداده. الحسيمة محتاجة إلى قرار سياسي شجاع، قال هذه السنة يعني 2016 يوليوز، هذه السنة كانت صعبة جدا علينا من جراء الركود الاقتصادي والتجاري وازدياد معاناة الشباب من أجل الحصول على منصب للشغل، كما عرفت الحسيمة هجرة غير مسبوقة. إن الوضع أصبح مقلقا جدا بإقليم الحسيمة، ولا تكفي إجراءات ترقيعية أو أسئلة برلمانية، بل نحتاج إلى قرار سياسي جريء بإعطاء نظام اقتصادي خاص بالحسيمة. إن فقدان الحسيمة لمركز الجهة والهزات الأرضية المتكررة تشكل إحدى أسباب هذا الوضع المؤلم جدا، والذي أدى إلى تفاقم مظاهر الفقر والمعاناة التي نلمسها بالعدد الكبير لطلبات الشغل وطلبات المساعدة من أجل التطبيب. الفرحة الوحيدة هذه السنة هي النتيجة التي حققها تلامذة البكالوريا التي شرفت إقليم الحسيمة وبوأته المرتبة الأولى جهويا، والفضل يعود لتضحية الآباء والأمهات وخاصة أمهات الحسيمة. الأمل الوحيد للحسيمة كما يقول بودرة وكما كان دائما هو جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. إذن هنا مفارقة وتناقض المسمى بمحمد بودرة في هذه التدوينة عندما هاجم ناصر الزفزافي وهاجم نشطاء الحراك الشعبي وانتقد الحراك الشعبي من أجل يعني ضدا للريفيين ومع لكي لعب مصلحات لكي لعب لمصلحة المخزن، وهذا من أساليب السياسيين الجبناء المتملقين الوصوليين الذين يستغلون خطابا بسيطا يهللون من خلاله للملكية وللملك وللأمير المؤمن ويقولون نصر الله وأيده. هنا هذا الإنسان الذي كان تشبع بالإيديولوجيا الشيوعية في حزب علي يعتى المعروف، هذا الإنسان في عشية وضحاها يتحول من إنسان شيوعي إلى إنسان متملق ومخزني إلى القاع وحبه للملك حبا جما. وهذا يطرح السؤال:
إذن هنا الإنسان تصريحاته التي كان قد أعطاها لجريدة البايس كانت تعني تصريحات ربما غير بريئة، ربما كان مجبرا على التصريح بها لأن جريدة يعني واسعة التوزيع ومعروفة الصيت جريدة البايس. في بعض الأحيان تنتقد الملكية وتنتقد النظام المغربي وتنتقد الحكومة وتنتقد الأوضاع في المغرب، وبعض الأحيان تهلل كذلك بطريقتها الخاصة لهذا النظام الفاشل. إذن هنا أقول لبودرة أنك كشفت عن لعبتك الخسيسة، أنك لست ريفيا حرا ولا تمثلنا في البرلمان ولا تمثلنا بصفة شرعية، لأن حزب البا هو الذي حاول بطرقه الخسيسة عن طريق رؤساء الولاة وعمال جميع الولايات في المغرب على تزوير النتائج من أجل الصالح مرشحي حزب البا وخاصة في مدينة الحسيمة من أجل السيطرة على الريفيين والريفيات بهذا الحزب، وبالتالي يشاهدون هذه المستوطنات الكثيرة والكبيرة الواسعة في إقليم الحسيمة من عمران وبدل معامل مديرة للدخل لسكنة وللمنطقة، فنشاهد عمارات تابعة للمسمى بمحمد الحموتي اللي هو الأمين الإقليمي الجهوي للحزب البام. إذن هنا يدل على أن هؤلاء يلعبون ينفذون بالأحرى يعني خطط علي الهمة في الريف. إذن ما غاديش نكثر على بودرة بزاف، بارك عليه. هنا إذن هنا بودرة كيقول لك الركود الاقتصادي التجاري في الريف، أنا دخلنا عليك بالله السي بودرة السي بوزومبي، واش بصح في الريف كان الاقتصاد؟ واش شبهتي الريف مع الدار البيضاء؟ واش شبهتي الريف مع كاتالونيا؟ واش شبهتي الريف مع ليل اللي كانت قوة اقتصادية في شمال فرنسا؟ واش شبهتي يعني هاد الحسيمة بموناكو؟ كان عندنا يعني معامل، عندنا الصيد البحري، واش انت ما على بالك شحال من باخرة تحولت وارتحلت الى الموانئ الاخرى من اجل الصيد ومن اجل جلب القوت للعوائل المتعارية عندها في الريف؟ ما لاحظتوا شيء بأن الميناء ديال الحسيمة اللي هو اللب الجوهر ديال الاقتصاد ديال الحسيمة ولو بقليل يساهم في الاقتصاد المحلي من يعني مسائل هي بسيطة جدا؟ ما قمتوش انتوما هادشي ديال النيغرو وهاد الهجرة كذا، ما لاحظتوش بان 14,000 بعض الحراك الشعبي هاجر منطقة الريف بحثا عن الشغل وبحثا عن التمريض وبحثا عن حياة افضل وبحثا عن المواطنة المفقودة المسلوبة في وطنهم؟ هادشي ما هضرتيش عليه، ما هضرتيش على 7 ديال المعامل اللي كاين ديال البرتقيس ديال الحوت تصدير وكذا في الحزيمة، باش المربع جا المخزن بعتو الباخارو بعتو الاسروتي اللي عنده الدروغري بعتو داك المعامل وكذا من هنا من تحت لتحت، وصبحت عمارات سكنيه بدله مشاريع اللي هي مضره لهذا الشعب الريفي تما. واش بصح انت بالك بان الريف المنام راه فيه نواه اقتصاديه تجاري كذا؟ يعني نعرض الله عليك إلى يوم الدين، وسبحان الله العظيم إلا لما كتشوف شي، إلا لما كتشوف شي وما عندك شي العقل وكتمشي كتقول له أنا الريف فيه الاقتصاد وفيه الركود الاقتصادي، ما كاينش الاقتصاد والتجارة أصلا باش يكون هذا الركود التجاري أيها البيدق المتملق الوصولي. هذه هي الحقيقة، أبدا أبدا ما كاينش ما هو اقتصادي وتجاري في الريف من عهد الاستعمار الى حد الان. احنا تنهجروا تنقلبوا على حياة الافضل وعلى المواطنة المفقودة المسلوبة، تجي انت بخطاب متملق تهلل للمخزن بهذا الخطاب وتقول ان هناك الحراك الشعبي هو الذي وقف عتبة وفي الاقتصاد وكذا. ايها الكاذب، السلعة الخنزة
السلعة ديال الديوث. متى تهضروا باسم الدريافة؟ شكون اللي عطاكم الشرعية؟ شكون اللي عطاكم التمثيلية باش تمثلونا نتوما في البرلمان ولا ولا مع المخزن؟ شكون نتوما؟ نتوما بياتيق. ما عطيناكمش الشرعية. الناس الأحرار مورين الأرض ما كتجلسوش معاهم باش ديروا نقط على الحروف، لكن نتوما تتصرفون بطريقتكم الخاصة والانتهازية على حساب الشعب المظلوم، ولكن نحن لكم بالمرصاد باش ما تقولوش بأن الناس ديال أوروبا راه حقهم من فتانين ولا كذا. لا، احنا في موقع قوة ولا نخاف ولا نهاب أن نرجع إلى المغرب كما ذكرت، كما شبهتنا ببوتجيموند رئيس كاتالونيا. بعد كاتالونيا عندها اقتصاد قوي، سياحة قوية، وعندها تجارة قوية، وعندها علاقات مع الدول عظيمة. تشبهنا ببوتجيموند، افتخر لنا أن نتشبه ببوتجيموند، لأنه إنسان مبادئ وأخلاق وليس متملق يتملق للملكية الإسبانية كما تتملق أنت لأمير للملك اللواطي المخنث. هذه هي الحقيقة. كتضحكوا علينا، تتميكوا علينا، كتمنيكوا علينا، ياك تتمنيكوا علينا وتضحكوا علينا وتتستبغلونا، كتقولوا راه نتوما اللي داخلين في الأحزاب السياسية، وانتوما اللي عارفين المغزب بوحدكم، وانتوما اللي تتخطوا، وانتوما اللي تتقولبوا بصح. صح، ما درتوش انتوما الحساب بأن هناك الناس أكثر ذكاء وقوالب منكم، أكثر منكم، يضحكوا على الشعب اللي خلق الحرب العصابات وحرب التحرير الشعبية اللي كانت مدرسة في العالم، حرب اللي قتل فيها 13,000 اسبانيولي وأسر 700 جندي اسباني بأساليب اللي هي ذكية. تجي انت تهلل الملك، البارح كتقول له انا خصني حكم ذاتي، راه كارا حكم الذاتي، راه الجهوية بحال الجهوية الموسعة، وغنسطرو وغنعدلو. فين هذاك الجهوية الموسعة؟ فين هذاك الحكم الذاتي يا بودرة؟ ياك بودرة انت كدير كتصور العيالات واش عندهم المرأة ولا الولد؟ سير تقابل صاحبي، سير، شكون غيداوي عباد؟ شكون غيداوي هاد العيالات؟ انت داخل تزاح معنا في السياسة. انا ماشي طبيب، انا المهنة ديالي هي السياسة، ومارس السياسة في حياتي، المهنة ديالي هي السياسة، ماشي طبيب. سمحت في الخدمة ديالي طبيب او لا استاذ كنقري في الجامعة او لا شي حاجة باش نسمح في هذاك الناس اللي غنقدم لهم المعرفة ونوعيهم، وغنجي انا نتزاح مع السياسة في الناس ديال السياسة وندخل معاهم وندير معاهم على الريمو. ماشي بهذه الطريقة يا بودرة. طبيب اختصاصي في ماشي با هذاك الشيء ديال العيالات، سير صاحبي شوف المراه واش عندها ولد ولا بنت، واعطيها نصائح كيفاش غادي تحافظ على الحمل نتاعها، كيفاش غادي تقري هذه المراه، تقول لها كيفاش دير يعني تنظيم الاسره. يوم شويه بشويه ما تجيش تدخل السياسه وانت ما تعرف ليهاش. ابو طرا قلبي تقبلني كلبون، ابني كعواش، فضحتونا وشوهتونا مع المخزن، وكان عندكم شي بوذير. بوذير كاين صاحبي، عندكم المادة وكيقوي بكم المخزن. يا حسرته مع من تيتعامل المخزن، مع حسرته يا أسفاه تيتعامل مع تشلوطيين، مع البيادق، مع السيبا، مع العواول. صحابي ايش عندهم؟ وصحابي احنا على من تكليل، قال لك اللوب الريفي في الرباط، سن على الله عليكم، اش من اللوبي غديروا نتوما؟ اللوبي قوالبكم المخزن من اللور بحال بحال زداكاتك، طال معاكم المخزن من الورائيه واحد بواحد وما حسيتوش، نتوما راه داخلين في العصابه هذا المخزن، سينيتو ما تقدروش تخرجوا من العصابه هذا المخزن. لي شرطين، اما غيقتلوكم اما غيدخلوكم للحبس يشوهوكم بجوج. اتحداكم الا ما قلتيش جلاله الملك نصره الله وايده، غادي يدخلك للحبس وغيجبد لكم المعمعه نتاعكم الصغيره والكبيره ديالكم هي عند المخزن. لا سوى من التجار ديال المخدرات، سوى لي سارقين شي فرانك من البلديه
ومن المكتب ديال هذا بواحد بواحد عندكم المخزن عارفكم منين شحال كتسواو. صعيب المخزن تدخلوا عنده، ما درتوش الحساب، ما درتوش الحساب للتاريخ اللي غيجي من بعد في المستقبل غيهضر عليكم لانك خونتم الريف ايها الخونه. نادي الهضره دا هو هادشي اللي خصك تسمعوا. غادي تسمعوا ناصر الزفزافي وجلول وحنوذي واشراف يخلوفي والياس متوكل ويوسف الحمديوي والاصريحي وما قدرتش اذكر اسماء كثيرا، والناس اللي في اوروبا يوبا بلال بوزيبار الدراري اللي كيوميا تيغوتوا غيورين وتينين غادي يسمعوا هادو في التاريخ. ماشي نتوما، ماشي نتوما، نتوما ابدا ما محسوبينش، اي محسوب مش رغم الملايير اللي عندكم رغم العقارات، ومازال غنرجع عليكم للحسيمه. غادي نهضر على الصفقه ديال ماركيز دي كوبا، غادي نهضر على الصفقه ديال جبل سيدي عابد اللي كان كنقولوا نحن الرباسو في الريف الحسيمه، ونقولوا الصفقه اللي درتو تما ولعبتو مع كيبيح وشغو وشي ناس اخرين وداكشي ديال المقطوعه وديال هذا المستوطنات ديال ميرادور، مستوطنات ديال مقطوعة، مستوطنات غنعريكم، غنحيد لكم الكاميسون، غادي نحيد لكم السراول ونحيد لكم داكشي اللي عندكم لداخل، نخليكم عريانين قدام المجتمع باش ما غاديش تحسبوا في روسكم بانكم اذكياء او كتلعبوا مع الناس ما كيعرفوا والو. تحتكم حسابنا حساب عسير، لا معكم ولا مع المخزن المغربي، ولن نركع ولن نهاب وسنواصل المعركة رغم أن إخواننا في السجن، ولكن فخورين بهم وسنفتخر بهم وسنموت من أجلهم رغم الكائدين، وسنبقى أوفياء هذه الشهداء وهذه المناضلين وللريفيين وللريف الوطن. هذه هي الحقيقة. إذا النقطة ما قبل الأخيرة هي نقطة خطاب العرش والسياحة بشواطئ الحسيمة للأمير المؤمنين. ما عرفش شحال هضرت، هضرت بزاف. إيوا إلا كنقول شي حاجة الإخوان ديالي نتوما تتسمعوا، إلا كنقول شي حاجة اللي هي خارج عن الموضوع ولا ما كايناش ولا أنا غير كنخور ولا غير كنخسر زعما هادشي هذا كنزيدو من عقلي، قولوا لي انتنا احمق، انتنا عاك تقولنا شي حاجه الا ما متفقينش معايا. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كاين، وهذه هي الحقيقه. ايام غادي يزوقوكوا بالهضره، وراه درنا اجتماع ارى الصحافه، ما كاينش الصحافه في المغرب، لو كانت الصحافه في المغرب لكانت لها السلطه الرابعه، لان الصحافه هي السلطه الرابعه، ولكن لا تقوم بها الدور مع الاسف، لان هي فقط صحافه السكتة وصحافه ديال الصفراء الزريعه، صحافه ديال وكاله المغرب العربي الانباء ديال الانباء ماشي الانباء، وصحافه ديال الكوكوت مينوت، صحافه ديال علي الهمه، صحافه ديال التعليمه ديال التليفونات. الصحافه انتو تكون عندكم الصحافه، الصحافه ديال بريطانيا تشوف اش كدير الصحافه هنا للسياسيين والوزاره والعائله الملكه، تشوفي الا كاين شي خطا شي دليل تدخل الصحافه الرابعه سواء في هولندا ولا في اسبانيا شي حاجه كتزعزع الاستقرار ديال الدوله، ثم اش تتزعزعوا الصحافه ديال المغرب. كاين ما حتى شي واحد قال لك انا عندي جريده هذيك بالغزواني، الغزواني انا كنعرفك مزيان ولكن انت ما غاديش نهضر عليك اليوم، ديال الاحداث المغربيه الجريده ديال من القلب الى القلب، جريده جريده البورنو الجنسيه، مازال غنرجع عليك، مازال غنرجع لك الغزواني، خليتك حتى الاخر لان بالنسبه لي عباعو عبيدك بعيد من بعد غنزيد لك وغنعطيك الدرس لانت ولا هذاك المنار السليمي اللي تحلل تحل محلل حتى محلل حتى صيفطو محلل حتى حريرته يجي يحلل المغرب ما هو استراتيجي والدراسات وكذا. المغرب فيه استراتيجية، المغرب فيه يعني الدراسات والقاده، وما تحمقوا الشعب ساكن وتم تعجم واحد فيها البرلمان فيه عين أميين، الحكومة فيه عين الناس سكاتة كاع مسكوتين،
محكومه مسكينه وفي اش عندكم اش عندكم وكت بوباو علينا احنا وكان جينا دونا الدوله في الريف وكنا سبقنا لكم 100 قرن وكنمشينا مع مصيرنا ديمقراطيه اوروبا لان اصلا حنا الامازيغ ديمقراطيين ولا من الثقافه والذكاء لكي نؤسس دولتنا بالهيبه ديالها وبالدستور ديالها وبالاحزاب السياسيه ديالها وبالحكومه ديالها وتشوفوا الفرق اعطيونا 10 سنين اعطيونا 10 سنين نديروا تقرير المصير ونشوفوا هذاك الريف الكبير كيفاش غنجعلوه وغادي يشوف الشعب المغربي الفرق ديال الدوله تاسست في 10 سنين فين وصلت وغيشوفوا المغرب اللي مازال ما خداش الاستقلال اللي هو عايش في نظام الحمايه لحد الان من طرف الفرنسيين كيقول لك انا عندي هيبه الدوله انا عندي الجيش وانا عندي انا عندي هيبه عندي الجبادور شعبي العزيز اين هي الثروه هو السيد مسكين تيشري هذا البوب مسكين على الشعب بزاف عليكم بزاف عليكم الحمد لله جيت لبريطانيا لان قال وينستون تشرشل الله يرحمه قال لك اذا ماتت بريطانيا ماتت السياسه وفهموها كيما بغيتو اش من السياسه عندكم نتوما ها اللي خلقوا السياسه ها اللي خلقوا الترانات ها اللي خلقوا الكره ها اللي خلقوا الفن وتجيو نتوما غتكون بقيت تما كون باقي بغل بحالكم المستبغالين المستحمارين ارجع للامير المؤمنين هاد المره عطاولو الخطه باش زعما غادي يحيد الدوله من الورطه عطالهم الخطه باش يحيد الدوله من الورطه ديال النيابه العامه والعداله الانتقاليه من فمجه السلطه استقلاليه القضاء وتنتعقد تنتعقد لتسمع استقلالية القضاء والعداله الانتقاليه في المغرب انا ولا المجلس الوطني لحقوق الانسان تنتعقد وكنبقى مع راسي كنقولهم شمن وجع عند هاد الناس واش عندهم وجع تشابا اولا الزنق اولا ديال الخشب اولا ما عندهمش كاع وتيهضرونا على العداله الانتقاليه المفهوم جديد للسلطه الاستقلاليه القضاء ايش من استقلاليه خليونا ترونكين خليو الجمر راقد ايش من استقلاليه ديروا استقلاليه غير مع نس مع نس مع نس ديالكم مخير جنرالي كتمشي المراه ديالو بحال ما عنده الاستقلال حتى في الدار نتاعو مخير مسؤول مغربي تتمشي المراه ديالو بحال كل شي حاجه ما عنده الاستقلاليه حتى في دارو يهضر على تهضروا على الاستقلاليه القضاء واستقلاليه ديال شي حاجه اخرى ثم ديال الاستقلاليه شي قضاء تحكوا على الشعب تستحمروا الشعب شحال مازال الشعب يعني الشعب جانجل ديال الغابات انا قالوا للملك هو باش غادي نحيدو من هاد الخط من هاد الورطه هادي ورا هذا النقدره لك خيتي يكون النقدره من برا راه كاع الناس عارفه حريتكم معروفه هادي هادي من عهد الحمايه وانتم مشوهين برا المخزن من عهد الحمايه شمن هيبة وشمن استقلال تهضروا ما عندكمش استقلال ما تهضروش على الهيبة المخزن المغربي راه مازال ما عندكش استقلال وراه الملك بواحد الخميس هرب هرب عباد الله وكبقى مع الشعب تاعو يعطي النار تما تا هو الصيد هرب هربون فرانسيس جابوا من عرفة بحكم علاقته وقرابته مع المخزن مع هذا السلالة بتاعو داروا واحد الخطة ما صدقش كذا مشاو يقتلوا من عرفة من عرفة ما قتلوش قتلوا واحد كذا قصة كنعرفوها وجيتو كتقولوا لنا راه حنا خدينا ثورة الملك والشعب راه خدينا الاستقلال وما كتحشموا ما كتراعيو المسيرة الخضراء بالقرآن والراية رجعنا المسيرة الخضراء انتم ما ترجعوا المسيرة الخضراء هنا عاطين دابا الخطاب للعرش الملك هاد الصيف ديال العرش غادي يقولوا له وضرب شي حاجه فداك السياسيين وضرب هادوك المحليين والوطنيين وضرب فداك خدام الدوله اللي تيسرقوا ينهبوهم من كدا راه معناتك ما تقولنا الملك اخلي تجيب 1000 خطاب من هنا الفوق راه غير الديكور اللي درتي مع ولدك عطيتي له الموندو ماشي حتى انا
لو موندو ان موندو الباي جميع جرائد العالم كان ذا تايمز ذا فاينانشال تايمز ذا جارديان ذا اندبندنت ذا تايمز يعني جميع كسبوا على هذه الحريره هذه السيد الملك المغربي رغم الفقر اللي عنده في المغرب والاحتجاجات اللي عنده والاعتقالات اللي دار للسلميين ديال الحراك الشعبي عطاهم عيش الاسامه احكام اللي هي قاسيه جدا في حقهم. السيد شرى الطياره لولده ب 67 مليار سنتيم. واش انت دابا ملك عندك شي عقل؟ يا شري الطياره اخويا شريها شريها كاع ما يصوت لك شي واحد الخبر شريها فشي شفت عين شفت عين ما شفتش كاع زر الخبر هنا غتعرفوا حريره ديالكم ما عندكم لي مخابرات ليهم يحزنون اي حاجه تديروها تدير قز كتخرج اش غادي تستروا ما عندكم حتى حاجه مستوره حتى حاجه ما عندكم مستوره اي حاجه كديروا لها قز حاشاكم بحال حاجه اللي كتخرج كتوصل وغادي تخرج لينا نهار 30 يوليو خطاب الشعب عيد الشباب عيد العرش شعبي العزيز كما تعرفون انني تجولت في جميع المدن المغربيه وقمت بتحري مع المسؤولين المستشارون الملكيين بعد سير اضرب على الرجل كون على الرجل الملك ما يكون على الرجل اضرب على الرجل وبعد ذلك تبين لي ان ليس اين تسألت سؤال اين هي هذه الثروه مازال ما عرفتش فين هي الثروه الملك مازال ما بغيتيش تحشم ما هو تخرج لينا عاود تقول لنا وفي اطار هذا ما يسمى بالحراك الشعبي وهذه الاحكام التي قامت باسمي وتطلع انا ساقوم بالعفو عليهم لأنني من باب الصد من باب من إمارة المؤمنين والمؤمنات أنني سأقوم بالعفو عليهم وأننا سأقوم ببعض الإصلاحات الدستورية والتي قامها شعبي وقالها شعبي وسمعته بصدر رحب أنني قاز أقوم بها وعينا من الخطابات وعينا من الهضرة وكلنا فوقاش ديرنا الشوماج فوقاش ديرنا الرعاية الصحية فوقاش تقول لنا راه هذوك الناس اللي نهبوا الدولة أراهم عندي بالأسماء أش غنعطيهم الأحكام أش غادي تعفو أش غادي تقول لنا السلعة نطوز أش غتقبل لنا بالخطابات المبهمة متاعكم وكنت عا كتكتبها أنت عباد الله راه شوهتونا شوهتو بالملكيات شوهتو بالديمقراطية شوهتو بالصحافة شوهتو بالحكم شوهتو المغاربة كاملين بهاد السياسة التبرعيش ديالكم والخطابات البهلوانية ديالكم ولقوا شي حاجة أخرى بين قوسين وخليتو مسكين هاد الشعب مدلول كتخليو هاد الشعب يوميا تيخرج وغادي يخرج غدا غيكمل الزيف العاصمة ديال الرباط عاصمة اللي فيها مجموعة من الفقراء والمهمشين في الهوامش طوردو والحجة تقدم النهضة الجيسان القبيبات الرماني المهم الرباط كامله غتخرج اللي دار شي مبادره غدا الله يعاونو ولكن احرار ورا حرائر الدار البيضاء ستركب على هذه المسيره وستعبر عن احتجاجها وماضيها عن هذه السياسه الملك المقنث اللي يواطي الملك مقاربة أمنية في الريف مقاربة قضائية وبالتالي السياحة في شواطئ الحسيمة في تشييد خيمة بلوازمها المكيفة والبريستيج وكذا على شاطئ بوسكور والجيت سكيات والفنادق محجوزة من آخر لحاشيته أو عبيده سكلابوس متاعه اللي غادي يجيو معاه باش غادي يجو بسيدهم باش يلبسوا له الجبادور ويلبسوا له السلام ويعطيوا له الوريقه مسكين باش يخطب على شعبه الميامين شعبه الاوفياء انا خادمكم وانا شعبي العزيز وانا كذا الشعب قال لك حنا عفينك قال لك الشعب هذه المره حنا هذا الشعب قال لك حنا عفيناك الامير المؤمن المغربي ما تبقاش دينا الخطاب لا ما تصدع راسك راه عيكت بعدا راه كتبقى تما تجبد
وكتجبد تما وكتهجي علينا الخطاب مكتوب ليك، قلت لك انا كتبتي انت كتهجي علينا الخطاب عباد الله مقروء وما كتعرفش تقرا وكتقول شي حاجه انت اصلا ما عارفش كتقرا وكتهضر مع الشعب. شعبي العزيز الزبادور اقوى ارحنا راه غادي نديروا لها راه كذا. وهاد المره هادي الا جيتي تهضر جبت تسبيح، جبت تسبيح ديروا هنا وبقى تمشي الله اكبر استغفر الله العظيم الله اكبر استغفر الله العظيم وخطب بحال اللي كان كيدير باك باك. بعدا عنده شي شويه د الرجوله، عنده شي شويه د الحياه، كان مره مره وكيكمي ماربورو على الشعب وبقى يهضر مره مره، وكان كيلوي اللوي اللوايه ديال التسبيح هنايا والخاتم كدا وكيهضر مع الشعب العينين العينين. ما انت ما عندك لي عينين، ما عندك ني شخصيه، ما عندك ني كاريزما، ما عندك حتى شي حاجه. راك بصح قال لك هذاك انا الامير المنبوذ، انت الملك المنبوذ اللي تما محيطين عليه تما، قالوا لك ايه لقاوك تما تعيش المراهقه المتاخره مازال ما شبعتي والو مازال كتشوف من غتنهب ومني غتشفرها عاصمه ها مرجان ها اتصالات المغرب هل هل ابناك ها لاسورانس هل بني المصيبه الكحل المغرب كامل شديتيه. كتقول لينا شعبي العزيز اين هي الثروه؟ تستحمرنا تستحمر الشعب، وراه هاد الشعب غيخرج غدا في الرباط في العاصمه نتاعك غادي يخرجوا يقولوا لك راه الثروه هي عندك، غيجاوبوك غادي يحتجوا على الملكيه الفاسده، غادي يحتجوا على الاوضاع الاجتماعيه المزريه، غيحتجوا لانهم هاد الشعب اللي عندك في الرباط مازال ما عندوش الكرامه، ما عندوش المواطنه الكامله، مازال ما عايش في الوطن نتاعو. لكن نحن نقول ان التضامن مع المعتقلي الريف او الحراك الشعبي، تضامنوا مع انفسكم وطالبوا بكرامتكم اولا وقبل ذلك وبعد ذلك عفوا، تعالوا الى الريف في مسيرة وطنية الى الحسيمة للتضامن وفك الحصار عن الريف من العسكرة اللي هي تما هذه من 70 عام و 80 عام هي تما منطقة عسكرية. قولوا ناش حنا تنضامنوا مع خوتنا الريف. خويا مرحبا بكم، مرحبا بكم تضامنوا، ولكن تانتوما خصكم اللي تضامنوا معاكم. واش نتوما عندكم كرامة؟ لا. واش نتوما عندكم مواطنة؟ لا. واش نتوما عندكم تغطية صحية؟ لا. واش نتوما عندكم مستشفيات؟ لا. واش نتوما عندكم معامل تما في الرباط؟ لا. إذن ما تستناوش التضامن مع الريف من الدار البيضاء أو لا من الرباط. خرجوا، خرجوا على كرامتكم، خرجوا على عزة بتاعكم، خرجوا أجلي صد هذا النظام الديكتاتوري، ونجرب عليه يشوف شي جريه ما غاديش يعقل يدخل في راسو ويتفرك تما ويبان ولا ما يبانش. المهم هذا ديال السياسه باش انا كنقول لكم مرحبا بكم نهار 21 مرحبا بكم ان الحسيمه في مسيره وطنيه من جميع المدن المغربيه. الا بغيتوا تقولوا حنا متضامنين مع الريف اشوف مسيره وطنيه 21 يوليو في هذا الشهر، اجيو للحسيمه باش تشوفوا العسكره وتشوفوا بان الامن المغربي كامل راه في الحسيمه، وتشوفوا جميع الجحافل القمع القوات القمعيه كاينه في الحسيمه، وغتشوفوا خيام ديال المرده وديال المخازنيه وديال السيمي بحال راحنا في العراق وحنا في سوريا. ديال الحقيقه اجيو نهار 21 ديروا مسيره وطنيه من المدن متاعكم الى الريف بصدر رحب، تضامنوا وتفكوا الحصار، ولكن انتم خصكم اللي غيتضامن معكم لانتم محاصرين ايضا. ما كاين لا كرامه لا حريه التعبير لا صحافه لا صحه لا سياحه لا حتى شي حاجه اخرى حتى هي، باش نكونوا واضحين. وغادي نختم هاد المباشر كنداء فقط لجميع الاخوان واخواتي في الدياسبورا ان ما نساوش المسيره ديال 21 يوليوز في برشلونه،
وتتمنى جميع اخواني الا مازال ما شراوش الطياره ولا مازال ما در... البلان غادي جميع الطرق تؤدي الى برشلونه. وبالتالي هناك مسيرة اخرى في برشلونه يوم 29 يوليوز كذلك، ربما انا سي با 21 29 يوليوز، ولكن غادي نبداو بالاولى اللي هي قبل 29 29، نجمعوا كاملين تما بعدا نشحوا قضيه ديال المسيره ديال 21 يوليوز. فقط مسيره 21 يوليوز اللي هي المسيره ربما غتخرج ببعض القرارات. اولا هو تسطير يعني يعني مطلب واحد يعني اللي هو مهم، واولا تاسيس اطار، تاسيس اطار ربما ما نقولش انا النوع ديال الاطار، ربما يكون سياسي ربما يكون سي با شي حاجه اخرى. اذا اطار اولا غادي يجمع هاد الريف الشتات اللي هادي ما تجمعوش، هادي ملي جاو اوروبا مازال ما تجمعوش في اطار. اذا اول تاسيس اطار ووضع لبنات وهياكل هذا الاطار، وبالتالي مجابهه هذا المرض المغربي دوليا بطريقه شرعيه، ومن الشرعيه اللي غتجي من القواعد ومن الهياكل. اذا هنا فقط هي مسيره 21 يوليو ستكون مسيره، وربما هي ربما لقاء تواصلي لم شمل جميع الريفيين والريفيات، واخرى مسيره اخرى يوم 29 يوليوز ربما لي انا ربما كيقولوا هما مسيره 29 يوليوز لتوحيد الصفوف، وانا حتى واحد ما عيط ليا باش يوحد معايا الصفوف، حتى واحد ما عيط ليا يقول لي انا البرنامج ديال 29 يوليوز كي داير، واش شنو غادي يكون فيه، واش من الخطه، شكون اللي غيشارك فيه في القياده ديالنا هنايا، شكون هادي. اذا انا ما عندي حتى شي اخبار على المسيره 29 يوليوز، انا فقط كندير اي مسيره كندعي ليها، واي مسيره اللي كيخرجوا ليها الاحرار والحرائر كنقولها. اذا فقط لما اجي توحيد الصفوف انا مازال ما عيطت حتى شي واحد من الناس ديال مسيره 29 يوليوز باش غادي يوحد معايا الصف، ولا غادي نوحد معاه الصف، لان انا حتى واحد متصف بيا باش نكون انا يعني الربيع مهدي. ملي غندس ملي غنسالي اللايف نجي عندك البريفي نقول لك شكون انا، نقولها لك مزيان شكون انا، ما نقدرش نقولها لك قدام الناس، تنسالي اللايف ونجي نقول لك شكون انا. اذا 21 يوليوز غادي تكون يعني مسيره اللي ربما انا على اطلاعي ببرنامج مسيره 21 يوليوز وعلى الاشخاص اللي ينظمون هاد المسيره والبرنامج نتاعهم. اذا انا اتصلوا بيا داروا معايا نقاش على المسيره هذه. اذا المسيره 29 يوليوز حتى واحد مع الاسف حتى واحد ما اتصل بيا وما لقيت حتى شي واحد اللي ما كنعرف حتى واحد اللي كينظم هذيك المسيره 29 يوليوز باش يمدني بالمعلومات باش انا غادي نعبئ لهاد المسيره 29 يوليوز باش نقول البرنامج ديالها وكيفاش علاش غادي دير كذا. اذا ما غاديش تقول حتى مسيره 29 يوليوز واحد الصفوف وانا مقصي من هذا توحيد الصفوف، يعني هذا نفاق وربما تناقض. اذا هذا ما يمكن ان نقوله. يا سليم حبيبي يي بغاش قاد مسيره 29 يوليوز قياكي كيوما 21 يوليوز قياكي 29 يوليوز قياكي، ولكن 21 يوليوز قلنا التليفون انا ياكش المسيره 21 يوليوز وغاسي احضان هم مختغادس 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 صحاب 29 يوليوز قالنا كاين المسيره توحيد الصفوف ورا ديجي ما كاين التليفون ورا ديجي ما كاينش التليفون نغضنا ميلادي كنعاوز 21 يوليوز ما نوحد الصفوف ما توحيد الصفوف جالهم مهمه كاع الريفس كلشي ما كادير خصها شرح معنا شنو هاد البرنامج انا سقل اشهار سقل لايف مباشر تنعبئ شقاتي من نهار نهار 21 اني غيحضر 21 احضر 29 واني غاون 29 احضر 21 فوالا وعاشو زارخشي نين مسيرات في السيمين تيش تغاس بور معنا يعني الصراحة نيش يعني مغزاد بسري يعني مسيرتين في أسبوع واحد جزارت لجدوة منها مسيرة واحدة يجب أن تكون شاملة وتوحيد الصفوف فيها ما ناقذ واحد استقى واحد يعني موت كيش نجيه هو ما تفن زميرانك. إذا تحياتي إخواني أخواتي وانا جوج سمعت نهضر معاك بالعربيه اللي هضرت جوج دقائق بالريفيات تلفتي وهذه هي الديمقراطيه عندك. واش غنقول للناس اللي كتفرج فيا من اوروبا منهم اللي ما كيفهمش العربيه اش غادي نقول لهم انا؟ راه ساعتين وانا تنهضر فهمتي اش تنقول؟ دابا دقيقه على المسيره 29 يوليوز باغي تعرفش فيها في 21 يوليوز 29 باغي تدخل الصحه تعرف
المهم نيش قني غاكم رأينو كيما انايا فهمت نيش غايتجي شي تسمى انسان حر كي الاختيار ينص شو تجيبو السكواس تسمن انا ما كنمشيش بنادم ستعرف انا ما عنديش شي حزب ديال الحراك ولا عندي منظمه ديال الحراك ولا عندي شي حاجه انا انسان حر يمشي ل 21 يمشي ديال 30 انا ما كنخرج حد وما كنمشي حد وانا ما كتعجبني شي القياده منين انا صغير وانا ما كتعجبني شي ما كتعجبني شي المنصه ما كيعجبني شي نظهر فانا في المقدمه انا اللي كيعجبني هو انه خصني نلقى كاملين دراري مجموعين وكنتحدين اجل موضوع الوحده والتضامن فقط لان الرفاقه والاعتبار هادشي اللي كان باش الانسان يقول راه كيخرج ولا قلنا ولا ما قلت له انا ما كنقولش بنادم خروج اولا جيتينا اولا ما جيتيش انتينا اولا مشيتينا لهي اولا تينا عدل هنا اولا تينا عود هنا لا هذيك ما تمشي له شي حنا راه ما كانش نعملوا هنايا الطهاره ولا السابع راه ماشي الاسبوع هذا باش انا نبقى نعرض لهنا ولا لهنا انا فقط كنقول هادشي اللي عندي في راسي وافكاري الشخصيه تموت باسمي وبشخصي وفقط ولا تمثل احد ولا يعني لها علاقه بشيء اخر اذا اخواني اخواتي وصلت باش نسالي هذا اللايف راه هضرت بزاف اكثر من الجهد وتحياتي ل واش كتان غورتو ديني ما مشيت تجيب اجيك صباح السوار راه يوم وحرام اشكون بالجكير انا درمان تحياتي اخواني اخواتي في كل مكان بقاو يد وحده وبقاو مع هذه المعركه ديال المقاطعون والمعركه ديال الضيط سير اخويا تجيبو بكر سير حشي هذيك الرايه في شي بلاصه نقولها لك قدام الناس اذا فوالا هادشي اللي كاين و اي واحد بغى ياسس اطار للمعارضه المغاربه ولا الريفيين ولا كذا مجموعين انا كنقول اي واحد حر في اختيار تاعو حر في التعبير حر في الايديولوجيا تاعو لان هادشي امنت به هنا في بريطانيا هنا بلادي التعايش والاندماج وحتى هنا خصنا نطبقوا هادشي مع الناس ديالنا باش ندمجوا مع بعضيتنا ونحترموا بعضيتنا ونتسمعوا لبعضيتنا باش من الافكار اللي هي مشتركه والعمل الجماعي طبعا دائما كيعطي واحد يعني ريزولتا فافورابل يعني شي با فافورابل يعني ايجابي ولا قيم وفكر مساوي بالرياح ان شاء الله وكاين الله مباشر اخرى ما تنساوش تعملوا اعجاب في لاباج ديال ريفلا دياسبورا هذه وكاين انسان بغى يتفرج في هذا اللايف عاي كنساليو اللايف من هنا ديال ريفلا دياسبورا كنهزوه كنديروه في ريفلا دياسبورا في يوتيوب باش الانسان يتفرج بلا داك قله الحياه ديال العياشه وديك اذا اخواني اخواتي في امل الله امسيه سعيده الى الفرصه القادمه ان شاء الله لقاؤنا سيتجدد عما قريب ان شاء الله تحياتي